يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة حلقة هامة جدا جدا، هنكون معاكم على مدار ساعتين ونص من دلوقتي لحد الساعة 9:30 مساء إن شاء الله، من خلالي أنا والزميل العزيز أستاذ محمد الجندي، من خلال فقرتين هيكونوا مهمين جدا. الفقرة الأولى هتكون مع الكابتن صديق الجمال، عضو اللجنة الفنية أو لجنة اختيار المواهب بالنادي الأهلي، ودي هتكون من خلال زميلي العزيز أستاذ محمد الجندي. الفقرة الثانية هتكون مع دكتور محمد فكري، الأخصائي النفسي السابق في الجهاز الأسبق للنادي الأهلي، الجهاز الفني الأسبق للنادي الأهلي، وهيكون حديث على أهمية هذا الملف ودور الطبيب النفسي خلال المرحلة أو المراحل المختلفة في الرياضة بشكل عام، وبالتحديد في فرق كرة القدم بشكل خاص. بالتالي إن شاء الله فقرات هتكون مهمة ومميزة جدا من خلال حلقة النهاردة، حلقة الأهلي الليلة. لكن في البداية عندنا العديد والعديد من الأخبار السعيدة بكل تأكيد لكل جمهور النادي الأهلي. صفقات كتير خلال الفترة السابقة، لعل أهمهم آخر صفقتين اللي جم على طول ورا بعض كده خلال 24 ساعة أو نقول 48 ساعة عشان بالإعلان الرسمي والكلام من ده. الصفقة الأولى كانت حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي الجديد ولاعب فريق العين الإماراتي السابق، وكلام كتير جدا جدا عن هذه الصفقة. زي دلوقتي كده امبارح النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع لاعب هام جدا وهو حسين الشحات، واحنا كنا اتكلمنا معاكم من خلال بعض البرامج المختلفة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي على ان حسين الشحات قبل مباراة سموحة هيكون موجود في النادي الأهلي، وفعلا حصل، وحسين الشحات موجود من خلال امبارح، والنهاردة كان أول مران لهذا اللاعب اللي ان شاء الله باذن الله هيكون اضافه كبيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بجانب طبعا زملائه سواء القدامى او الجدد اللي تم التعاقد معهم مؤخرا. بالتالي دي كانت صفقه مهمه جدا في مركز مهم جدا. في الحقيقه حسين شحات مش بيلعب في مركز واحد، بيلعب في اكثر من مركز، سواء كصانع العاب بكل اماكنه او حتى كباك رايت، وشفناه في المراكز العديده دي سواء مع فريق مصر مقصه لما كان متواجد في الدوري المصري او حتى مع فريق العين الاماراتي، وفي الحقيقه تالق معاه بشكل كبير جدا جدا جدا، وبالتحديد في بطوله كاس العالم للانديه وعلى مدار موسم بالكامل في الدوري الاماراتي كمان. الراجل تالق بشكل كبير، وهو كان مطلب كمان جماهيري بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي كان متشوق لرؤيه لاعب يعشق الفانيلا الحمراء قبل اي شيء. فكر هو ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي اهم من اي فلوس، اهم من اي اغراءات ماديه. أندية كتيرة، في أندية كانت ترغب أكيد في التعاقد سواء داخل مصر أو خارج مصر مع حسين الشحات. الراجل طبعا اللقطات اللي احنا شايفينها دي أول مران لحسين الشحات مع النادي الأهلي النهاردة، فبالتالي إن شاء الله إضافة قوية جدا جدا جدا. البعض بيقول لك الأهلي خلاص مش محتاج وينجات، بالعكس الأهلي محتاج عدد كبير جدا في هذا المركز، لأن المركز ده يعتبر من أكتر المراكز في الفريق أو مختلف الفرق اللي بيتم فيها التغيير دايما، وإحنا شفنا النادي الأهلي الموسم المنقضي عانى بشكل كبير جدا في هذا المركز بسبب بعض الغيابات الكثيرة. فبالتالي التعاقد مع مجموعة من اللاعبين بشكل جيد بكواليتي مميز جدا 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 إن شاء الله يكونوا إضافة، وأكيد حسين الشحات منهم. مش بس حسين الشحات، كمان النهاردة النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع نادي سموحة، لاعب مميز جدا، ومش احنا بس اللي بنقول كده، الارقام كمان بتتحدث عن ياسر ابراهيم، لاعب مهم وفي خط هام جدا جدا. النادي الاهلي كان بيسعى لتعاقد وسد هذه الثغره اللي موجوده، ولازم نعترف ان هي كانت ثغره موجوده في صفوف النادي الاهلي خلال المراحل الماضيه، وهو خط الدفاع. بالتالي ياسر ابراهيم احد اللاعبين المميزين، ودي برضو لقطات حصريه لينا من تواجد اللاعب النهارده الساعه 1:30 بالظبط، هو طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. 1:30 بالظبط الناس فوجئت، او كان الناس عارفه من امبارح بصراحه كده، خلينا نتكلم بصراحه، ان ياسر ابراهيم خلاص من خلال تصريحات طبعا الرئيس نادي سموحه الحاج فرج عامر، طبعا قال ان ياسر ابراهيم خلاص شبه في النادي الاهلي. النهارده الناس وهي متواجده في النادي سواء الصحفيين الاعضاء الجماهير اللي شافوا ياسر ابراهيم وهو داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، فوجئوا على الساعه 1:30 كده ان الراجل متواجد، ودخل قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قعده مطوله في ظل تواجد كمان المهندس عادل الكعي مستشار التسويق بالنادي الاهلي. فبالتالي يعني صفقه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي ياسر ابراهيم، وسد هذه الثغره الهامه في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ناس كتير بتتكلم على الصفقات والتمويل والامور، وفي تدعيم من الخارج من ناحيه الصفقات، كلام يعني كلام كده صعب شويه، واكيد يعني كلام ملوش موقع من الاعراب او
طبيعي ان انت لما تكون بتنجح ان انت تتعاقد مع بعض اللاعبين المهمين قوي 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 فيطلع كلام كتير جدا، لكن خلينا ناكد لحضراتكم ان كل الامور دي غير صحيحه على الاطلاق. النادي الاهلي تعاقد من حر ماله زي ما بنقول كده، النادي الاهلي هو اللي قدر من خلال الرصيد الخاص به، الاموال الخاصه به، ان هو يتعاقد وينتدب اهم اللاعبين سواء حسين الشحات، ياسر ابراهيم وما قبلهم، محمد محمود، جيرالدو اللي تم قيده النهارده في القائمه المحليه بالنادي الاهلي، محمود وحيد، رمضان صبحي، صفقات كلها رائعه رائعه بالنسبه للنادي الاهلي، ولسه ان شاء الله في صفقات اخرى، صفقه او صفقتين كمان ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، عشان ان شاء الله النادي الاهلي يكون مكتمل بالشكل المناسب والانسب للمنافسه على مختلف البطولات، مش بس البطولات المحليه لكن كمان البطولات الافريقيه، واهمها بطوله دوري ابطال افريقيا اللي خسرناها اخر سنتين في النهائي. ان شاء الله متعشمين خير باذن الله النادي الاهلي من خلال الانطلاقه اللي هتكون كمان كام يوم، ان هو يقدر يرجع هذه البطوله لدولاب بطولات النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لمداخله هامه جدا جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن سيد مساء الفل عليك. نمير ازيك؟ ازيك يا كابتن سيد، وحشنا والله، مفتقدينك هنا على فكره. الله يخليك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب كابتن سيد خليني ابتدي معاك كده سخن شويه. كلام كتير خلال الساعات السابقه على ان النادي الاهلي دعم صفوفه بصفقات مهمه، لكن الصفقات دي بتمويل خارجي، عايز اخد تعليقك. لا بص يعني هو في الاول والاخر ده اسطوانه مشروخه ومعروفه وقديمة جدا بتستخدم كل مرة من أيام جون أنطويل، يعني جون أنطويل بيلعب في المقص قرب يرجع بلده كمان، لكن في النهاية إيفونا، أحمد الشيخ، ميدو جابر، إسلام محارب، يعني خلاص أنت بقيت حافظها وعارفها. غريب في الموضوع إن إحنا يعني بيتحرق الموضوع بتاعنا بتاع المؤتمر اللي المفروض تقدم فيه الصفقات. الغريب جدا واللي هيخلينا نفكر جديا ان احنا نقدم شكوى للاتحاد الدولي، لان الاتحاد المصري مش هيعمل حاجه، ان احنا كل ما نجيب صفقه يطلع رئيس نادي تاني يقدم الصفقه بتاعتنا. غريبه جدا. يعني كل ما تيجي تعمل اي حاجه خاصه بالامور التعاقديه يطلع رئيس نادي يقوم يقدم الصفقه بتاعتنا احنا، يعني يقدم الصفقه اللي هو جايبها او الصفقه اللي هو مميزه بالنسبه له مش مميزه. تفسر ده بايه يا كابتن سيد؟ ايه؟ تفسر ده بايه يعني؟ ولا حاجه، هو موضوع ما هو الا غل داخلي بيطلع في كل الاوقات يعني، ومعروف بشكل رهيب جدا. والموضوع بقى مش مساله زايد عن حد، هو كده اصلا، هو ده حد، هو ده الموضوع بالنسبه لك يعني زي ما قلت لك. لكن تجي التجارب والايام والمواقف تثبت ان اي حد يتمسك بالنادي الاهلي، اي لعيب يتمسك بالنادي الاهلي، النادي الاهلي قادر ان هو يجيبه مهما كان، ومهما كانت الصعوبات او مهما كانت التهديدات صح التعبير يعني. لكن النادي الاهلي قادر طالما اللاعب عايز، لو اللاعب مش عايز خلاص انتهت الموضوع، منتهي يعني. صفقه حسين الشحات او ياسر ابراهيم ومن قبلهم محمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو، صفقه يعني تاكد المعنى ورمضان انت عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيسيبك، هياخدك مهما كانت بقى التهديدات وكلها بشنك انت عارف اكيد يعني. وانا من مكانك ده بقول، او من برنامجك بقول كده، بقول لو احنا يعني بنتعاقد مع لاعب وقبل ما بنتعاقد معاه بنكلمه عايز النادي الاهلي، لو قال خلاص الموضوع منتهي. ما تخافش، وبقول لكل لعيبه مصر ما تخافش من اي تهديدات ولا الرسائل اللي بتيجي ولا الواتساب، ده مش عالم كوره في الاخر اللي انا بقوله، بس هو دي الحقيقه اللي بتحصل. رسائل وتهديدات وواتساب على الواتساب او الرسائل العاديه، كل ده ملوش اي 30 لازمه ولا حد هيقدر يعمل حاجه. والدليل ان انا قلت لك الاسماء اللي انا قلتها لك كلها بالظبط، طالما انت عايز تلعب في الاهلي هتلعب في الاهلي. التهديدات بقى، اصل انت ماضي، اصل انت مش ماضي، وبعدين يا سيدي انت زعلان ليه؟ انت مضيت مع ياسر من غير دق، احنا مضينا مع ياسر بعد الدق، ايه المشكله؟ يعني ايه القضيه في كده؟ عادي جدا، ياسر جالنا خلاص. لكن بقى لو احنا بنتكلم صح، بنتكلم صح، انا بقول لو انت فاهم لوائح مش بهدي. انا بقول للراجل اللي بيتكلم ده برضو، لو انت فاهم لوائح انا بقول لك اطلع بكره على العقد بتاع ياسر بالظبط، تطلع عقد هيدينه اكتر يعني. في الحاله، لا وفي الحاله ديت، في الحاله دي انا وعدك تمام، انا مش هرجع للاتحاد المصري يعني، عشان الخطوات تبقى تباعا يعني، انا هروح للاتحاد المصري لازم اروح للاتحاد المصري عشان تبقى تباعا. تمام. لكن الاتحاد المصري مش هيعمل حاجه. ليه مش هيعمل حاجه؟ ما عندكش ثقه في الاتحاد المصري يا كابتن سالم ان هو يعمل حاجه؟ اتفضل يا امير، احنا هنروح للاتحاد الدولي تمام؟ وفي لحظتها بقى هنفهم احنا اللي فاهمين لوائح تمام؟ ولا هنا ما بتطبقش؟
احنا فاهمين اللوائح كويس قوي. انا بقول لو انت راجل فاهم اللوائح كويس قوي طلع عقد ياسر. انا نفسي بكره، مش انت بتقول ان ياسر ابراهيم النادي عندك؟ طلع عقد ياسر، انا اللي برجوك تطلع عقد ياسر. وفي اللحظه دي هاخد الملف بتاعي كله، الاستغناء والاستيفاء والماليات والعقد اللي ماضي ياسر والعقد اللي انت مطلعه. تمام؟ وهنطلع على الاتحاد الدولي. وانا اوعدك ان انت هتتوقف مرتين من القيد. ان ما توقفتش مرتين يا عم اعمل اللي انت عايزه. لو ما توقفتش مرتين قيد او فترتين قيد اعمل اللي انت عايزه. سيبك ان ده مش هيحصل في مصر او في الاتحاد المصري. اوكي؟ اتحاد الكوره. لكن انا اوعدك لما تروح تطلع عقد ياسر بكره، انا اللي برجوك تطلع عقد ياسر بكره. ونروح للاتحاد الدولي. مش ياسر قبل الدقن كان ماضي معاك؟ طلع العقد. تمام؟ طلع العقد. لكن التشويش وحسين الشحات، واصل هو شحات طار يا سيدي وهو شحات وتمويل خارجي وقطر وكلام غريب كده، جاب ثلاث اجوان في الزمالك. تمام؟ بعد ما لو ربنا كرمه وهيبقى غني في الاهلي هيجيب كام جول؟ اكلمك بلغتك. يعني هو شحات جاب ثلاث اجوان في الزمالك. لما بقى ربنا كرمه وجاء الاهلي وبقى 100 وربنا هيبقى هيغنيه. تمام؟ هيجيب كام جول؟ اكتر ان شاء الله. خلاص الموضوع منتهي. انت يعني الموضوع بالنسبه لك يعني موضوع شوشره وخلاص. يا عم احنا بنعمل فرقه كويسه وقدامنا فترات هنعمل فيها وهنكونها باذن الله. وبدانا يبقى الامر بالنسبه لنا جميل جدا. مع عوده مصابين ولاعيبه مميزه موجوده وتدعيم كويس. خلاص ما تخليك في حالك يا اخي. انت بتجيب ناس كويسه، بتجيب ناس وحشه، محدش بيطلع يتكلم عليك. ما انت جايب بوطيب بو ما اعرفش مين، انت جاي حد قال لك حاجه؟ محدش بيعلق، كل نادي بيركز في شغله. محدش بيقول لك حاجه. ولما بتطلع تتفاخر ان انت راجل جايب دخلت فلوس للنادي وبقى الخزنه فيها 300 مليون و400 مليون و500 مليون وارقام يعني ميزانيه الدول، حد بيقول لك حاجه؟ حد بيقول لك حاجه؟ اصل هي خلاص اللغه، اللغه يا امير اللغه، طالما انت شايف ان دي اللغه اللي سايده ماشي هنكلمك بلغتك. احنا طول عمرنا ما بنتكلمش بيها، لا هنكلمك بلغتك. وانا قلتها قبل كده خلاص. انت اللغه بتاعتك هي اللي هتسود، ماشي انا موافق. هلعب بنفس الطريقه بتاعتك. هنتعامل بنفس اللغه. بنفس اللغه. بنفس اللغه. انت انا بقول لك انا هقدم في الاتحاد الدولي شكوتين. شكوى ان انا كل ما اجيب صفقه يطلع رئيس نادي يقدمها من غيري. يعني لا انا بكون موجود وانا اللي متعاقد معاها ولا اللاعب نفسه بيكون موجود. الشكوى الثانيه طلع عقد ياسر ابراهيم بكره قبل الدقن، لان احنا تعاقدنا مع ياسر بعد الدقن. طلع عقد ياسر ابراهيم بكره. انا اوعدك هوقفك مرتين قيد. لو طلعت العقد بس اللي هو بيمضى عليه ياسر، طلعه، طلع العقد بكره. طب نتمنى ان هو يخرج، يعني يطلع العقد ده عشان اتفضل. طلعه، لان انا ساعتها هاخد الملف كله واروح للاتحاد المصري وهاخد من الاتحاد المصري، ماليش دعوه عشان الاحراج انا عارف يعني كويس قوي. مفيش مشكله، انقل الملف ده كله للاتحاد الدولي وهنشوف احنا اللي بنفهم لوائح، بنفهم لوائح وبنتعلم صح ولا هي ما بتتنفذش هنا. وان الخمسه في سته عندنا ب 30 وهتفضل 30. تمام؟ مش الخمسه في سته ب 42 عندك وهتفضل 42. لا احنا فاهمين صح ولا فاهمين غلط. بس يا سيدي طالما انت بالامر ده يعني هتقلبها خناقه وزعيق وبلطجه، ماشي يلا معاك. طيب اصل الموضوع مش هيبقى يعني الموضوع مش هيبقى ابن الباشا بيتخانق مع حد تاني. الموضوع خلاص. الموضوع بقى يعني هو كده، هي كده، هتتكلم بنفس اللغه بتاعتك دي، هنتكلم بنفس اللغه بتاعتك. نفس الطريقه، هتقدم بطيب، هتقدم معرفش مين، هتقدم، هنعمل اللي انت بتعمله ده بالظبط. طيب خلاص احنا طول عمرنا ماشيين بشكل كويس قوي واحترامي مع كل الانديه وحريصين بكده، لكن انت شايف يعني ان انت ايه؟ انت مالكش دعوه، مالكش شغلانه غيرنا. احنا جبنا يا سيدي فلان، جبنا علان، جبنا جيراردو، ما جبناش جيراردو، جبنا معرفش، ما يا سيدي ما تتعاقد مع اللي انت عايزه، انت مالك ومالنا. بالظبط. انت مالك ومالنا. مالك ومالنا، انت عايز ايه مننا؟ يعني حاجه غريبه بصراحه. لا سيبك من غريبه، خلاص هو الامر بالنسبه له، بالنسبه لنا كلنا كنادي يعني، لا محدش هيسكت. ولا اي حد هيسكت، ولا اعلاميين ولا جماهير ولا 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 مسؤولين ولا اي حاجه خالص. بس طيب كابتن سيد، يعني انا بشعر من كلامك كده ان انت عندك عدم ثقه في اتحاد الكوره، هل ده حقيقي؟ لا ماليش، مش انا مش عايز اغلط في حد، بالعكس يعني. انا بقول لك يعني عشان الموضوع ما يبقاش فيه حرج. انا بقول لك حرج إيه ازاي يعني؟ اصل هيبقى فيه حرج ازاي يا كابتن سيد؟ يا سيدي هو كده يعني، هيقول لك انا الموضوع بالنسبه لنا مش عارف ايه، هو مش سامع كده يعني. الاتحاد المصري مش سامع كده. مش انا قلت من ثلاث اربع ايام هاتوا حد بيفهم في احنا ما بنفهمش في اللوائح يا عم. ماشي، اتعلمنا غلط كل السنين اللي فاتت دي، اتعلمناها غلط، قرينا غلط، ما بنعرفش نقرا. تمام؟ هاتوا حد من اللوائح يقول ان في رئيس نادي بيطلع عقد
للاعيب ممتد تعاقده مع نادي اخر وبيقول لك انا هوقفك وهشطبك وهخلي حياتك عذاب لو مش لعبت عندي. ايه ده؟ مفيش اي تصرف اتخذ. ايه الكوره دي؟ ايه الكوره دي؟ ايه الكوره دي؟ يعني احنا بنشيل هم ال 90 دقيقه واللي بره ال 90 دقيقه ومؤتمرات صحفيه تتعمل علينا. يعني انت بتعمل مؤتمر صحفي عشان تقدم فيه صفقات انا؟ ده ايه الازدواجيه؟ ايه العقل ده؟ احنا في سنه 2019. ما تقدم الراجل اللي انت جايبه ولا تقدم اللي عندك ولا تقدم اللي جاي اللي انت هتجيب، ما تجيب ان شاء الله حتى تجيب منتخب يعني العالم تمام. وبعدين ما انت ما شاء الله يعني ما شاء الله عندك صفقات، عندك بال 400 مليون و 500 مليون ودخلت فلوس زي الفل، حد قال لكم حاجه؟ محدش يقول حاجه، محدش علق. لكن حسين الشحات واصل ياسر علي، اصل انا هوقف ياسر علي، طب طلع العقد بتاع ياسر علي، ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم طلع العقد بتاع ياسر ابراهيم طلعه تتريق على اسم حسين الشحات. طب الشحات ده هو شحات جاب ثلاث اجوان في الزمالك لما ربنا يكرمه هيجيب كام جول؟ ستة. ولما ربنا كرمه في الاهلي هيجيب كام جول؟ خلاص نعرف اللغة بقى خلاص. يعني مش محتاجة تتأسف للمشاهد أو للمجتمع، لأن هي اللغة بقت داركة والناس سامعاها وشايفاها والناس بتضحك تمام. والعكس بقى اللي يعمل نفسه مثلا يعني راجل يعني تقيل شوية يطلع يتكلم على كلام نحن، يعمل نفسه مش واخد باله الناحية الثانية. خلاص ماشي. طيب يلا. طيب كابتن سيد، تمويل صفقات النادي الاهلي او صفقات النادي الاهلي بالتحديد، هل هي من خلال الجانب المادي الخاص بالنادي الاهلي ولا هل في تدعيمات خارجيه عشان نقفل الملف ده؟ عم يا امير انت بتقول انت كمان؟ انا لا، ما عشان نقفل الملف ده والناس عايزه رد. انت بتتكلم في واحد اساسا عايز يعمل اي حاجه في اي حاجه، بيدخل اي بس كده عشان نحسم الموضوع، بيدخل الليل في النهار وبيدخل الصحف الغلط وبيدخل اي حاجه في اي حاجه في اي حاجه. انت بتتكلم في ايه؟ النادي الاهلي لو مش قادر يشتري مين اللي يشتري؟ بالظبط صح. لو النادي الاهلي مش قادر يشتري مين اللي يشتري؟ صح تمام. واحنا قلنا من ثلاث اربع اسابيع لا هندخل بجهد ولا بفلوس. خلاص هتعمل فرقتك وهتكون فرقتك وفرقه مستقبليه، وانا متاكد من الشخصيات اللي معايا ومن الشخصيات اللعيبه اللي موجوده. هتاخد فترات، هتاخد فتره، ممكن تطول سنه، ممكن تطول سنه، على الجمهور ان هو يصبر. طبعا طبعا. انت كاداره ما قصرتش في اي حاجه، بتتعاقد مع احسن اللعيبه وانجز اللعيبه. جهاز فني محترم بشكل كويس جدا ولعيبه قادره. خلاص هتيجي في وقت من الاوقات لازم تصبر عشان تطلع من جديد. يبقى في صعود مستمر عشان 10 سنين تيجي مره فيها. مش تاني بقى مره خمسه 10 كل فتره كده. خلاص انت بتزعل ليه من ايه؟ انت بتزعل ليه من ايه لما بكلمك وبشوفك وبطريقتك؟ بتزعل ليه؟ خلاص انا بكلمك بنفس الطريقه. خلاص استحمل بقى. طيب خلينا بقى في الاهم كابتن سيد، وفيما يخص الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي والصفقات، هل صفقه حسين الشحات وياسر ابراهيم دي اخر صفقات النادي الاهلي ولا لسه في المزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق؟ اعداد بقى نتكلم كوره بقى صح يعني. المفهوم الكوره لازم تقعد مع الجهاز الفني خلاص او المدير الفني كويس ناصر نصر، تقعد معاه وتشوف الطلبات ايه، هل ده كفايه ولا لا، هل اللي موجود ممكن يبقى كافي في الفتره اللي جايه، خصوصا ان انت مقبل على بطوله محليه بمنتهى القوه وبطوله افريقيه ناملين باذن الله ان احنا نحققها السنه دي ان شاء الرحمن. اوكي. وكاس مصر وكاس سوبر محلي. تمام. هل عايز مركز ثاني ولا لا؟ لازم هنقعد فيه يعني، وان كان يعني من وجهه النظر البسيطه ليا ان لو احتجت هتحتاج مركز واحد بس. تمام. اللي هو متأثر. يعني خدها مع الراجل بقى، لو احتاج مركز واحد بس وممكن ما يحتاجش يعني خالص. طيب فيما يتعلق جونيور اجايا، كابتن سيد انا عايز استغل طبعا تواجد حضرتك معانا، ويعني الناس فسرت عدم قيد جونيور اجايا حتى الان على احتماليه ان النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب افريقي اخر في المقابل ان اجايا يطلع اعاره، ده خصوصا بعد قيد جرال النهارده. جونيور اجايا من اميز اللعيبه وامهر اللعيبه والشخصيات المسؤوله جدا داخل الملعب. وتفريط في جونيور اجايا من صعوبات شديده جدا جدا. جونيور ان شاء الله الرحمن يعني انا قلت له النهارده انا مستنيك في البطوله الافريقيه. ان شاء الله الرحمن هيبقى واحد من الاساس من الاساسيين اللي هو بقى لهم دور في البطوله الافريقيه ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله. مساله بيض ان شاء الله الرحمن دي مساله وقت تنظيم شويه عشان انت عارف اللوائح اللي بالظبط الفتره ديت، لكن هو موجود في الفرقه وواحد من الناس اللي هي هتبقى ليها دور كبير جدا في البطوله الافريقيه ان شاء الله الرحمن. طيب بالنسبه لصالح جمعه، هل تم استبعاده ان هو لسه مش جاهز يا كابتن سيد ولا الامور بالنسبه له؟ صالح محتاج ماتشات، محتاج ماتشات، واحنا في الفتره اللي جايه هنبقى يعني في ماتشات وديه كتير. لان في برضه جونيور راجع من اصابه، صالح راجع من فتره بعيد جدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله، باذن الله يعني الفتره اللي جايه يبقى فيها مباريات وديه كمان. نشهد ان شاء الله الرحمن عودتهم باذن الله.
طيب بالنسبه لحمدي فتحي لاعب انبي، والكثير يعرف او يستنتج ان في مفاوضات مع هذا اللاعب، وان الراجل ده بيضحي باشياء كتير وبيتكلم بشكل كبير جدا ان هو نفسه ينتقل للنادي الاهلي. هل الامور تطورت بالنسبه لحمدي؟ احنا بنخبط من البدان. بالظبط يعني كده، بنخبط من البدان. ممكن يبقى فيه يعني بعض الـ يعني نوع من المبالغه في الماليات، لكن برضه هرجع اقول لك نفس الكلام. المتمسك بينا لعيب متمسك بينا، ولا بيهمه تهديدات ولا بيهمه اي حاجه من خاصه بالاطار ده. احنا متمسكين باي لاعب ماسك النادي الاهلي او متمسك بالنادي الاهلي، لكن لازم نثبت الطرق الشرعيه من البدايه. طيب ده اكيد شيء مهم جدا. اخيرا عايز اطمن حضرتك على استعدادات لمباراه سموحه واهميه هذه المباراه، وكيف تم التعامل نفسيا مع لاعبي النادي الاهلي بعد الهزيمه الاخيره امام بيراميدز؟ زي ما قلت لك انا يعني واقعي جدا، احنا هناخد فتره ممكن يا رب ان شاء الرحمن ما تبقاش طويله، لكن انت بتتكلم على عناصر كويسه، بتتكلم على الاصابه، بتتكلم على عناصر بتروح في اصابه، بتتكلم على عناصر فيها تدين. لما يبقى في الاطار الطبيعي جدا من خلال التواجد لكل دول فتره زمنيه مقبوله يطلع بها الوقت او تقطع بها الفتره ديت والمرحله دي، ان الراجل يشتغل شغله العادي وشغله الطبيعي مع العناصر ديت، اعتقد ان شاء الله احنا هنبقى في مكان ثاني خالص يعني. ان شاء الله باذن الله. المنافسه قائمه على بطوله الدوري يا كابتن سيد. نعم؟ المنافسه قائمه على بطوله الدوري. طبعا. عندك لسه عندك مطروح مع المنافس بتاعك الاساسي، وعندك لسه فتره كويسه، وعندك فتره كويسه قبل الماتش بتاعه كمان، يعني انت لسه عندك ماتش قوي 30 مارس. لسه التدعيمات تكون خدت حقها في التجانس والترابط والانسجام مع الفرقه، والاصابات تكون رجعت. صراحه باذن الله متواجدين بشكل كويس، وبقول المره المليار على الجمهور انه هيصبر ياخد نفس. حد ابشر في حاجه خالص. بالظبط. ما ابشرش في تدعيمات ولا صفقات ولا اسعار لعيبه ابدا. الو؟ معاك يا كابتن سيد، اتفضل. الو؟ اتفضل يا كابتن سيد، سامعك. الراجل ان شاء الله الرحمن يكون موافق مع الفرقه، وعناصر كويسه موجوده، وعناصر براجعه، على هيصبر ياخد نفس كده ان شاء الله الرحمن، واللي جاي باذن الله هيبقى احسن يعني، لان الموضوع بياخد فتره من الزمن عشان توصل للي انت عايزه، لكن انت ماشي بخطواته السليمه مليار في الميه. طيب اخيرا يا كابتن سيد، سؤال اخير. كان في ثلاثه على قائمه الانتظار، سواء عمرو جمال، رامي ربيعه، عمرو بركات. عمرو بركات راح سموحه خلاص، اعاره سنه ونص. فيما يتعلق بعمرو جمال ورامي ربيعه، في اسلوب للقيد يا امير. تمام. نظام للقيد. القيد بيسمح لك دلوقتي بخمسه، اوكي؟ تمام. عشان تدخل اي حد لازم يبقى فيه عمليه استبدال. بالظبط. ففي فترات كل اللي انت الاسماء اللي انت قلتها ديت معانا ان شاء الله الرحمن ومكمله معانا، سواء عمرو جمال او رامي ان شاء الله. لكن عشان نظام القيد بالنسبه لك انت، في نظام للقيد في خمسه بيتم اضافتهم، على سبيل المثال محمود وحيد وجيرالدو وممكن وحسين وياسر. تمام. يبقى في عنصر، وفي بعد كده وانت عايز تزود في القائمه يبقى في استبدال. في نظام للقيد لازم تتبعه، يعني ممكن ياخد وقت شويه لكن بيحصل. هي مساله وقت. تمام. مساله تقييم. اكيد. بشكرك يا كابتن سيد، شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، واللي في الحقيقه اتكلم على بعض الامور الغريبه اللي يمكن كانت حصلت النهارده من احد رؤساء الانديه. يعني خلينا نقول كل الاحترام والتقدير للنادي الزمالك ككيان وكجمهور، لكن المسؤولين اللي بيطلعوا يتدخلوا في شؤون انديه اخرى ده شيء غريب، وكان وجب اكيد الرد من كابتن سيد عبد الحفيظ. وزي ما قال كده الكابتن سيد ان النادي الاهلي مش هيسكت على هذه الطريقه، وان هيبقى في رد فعل وهيبقى في معامله بالمثل، وممكن تلجا كمان او ممكن يلجا النادي الاهلي للشكوى للاتحاد الدولي طبعا من خلال الاتحاد المصري. زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد كانت مداخله مهمه، واعتقد ان احنا حاولنا يعني نجيب من كابتن سيد عبد الحفيظ كل التصريحات الخاصه بجميع الملفات اللي بتخص الفريق الاول لكره القدم في هذه الفتره. الاهم من كل ده اللي ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يقدر يساند الفريق بالشكل القوي. ممكن الفتره تزيد شويه عدم التوفيق اللي مع النادي الاهلي ممكن يلازمه لفترات اقوى او اكبر بالتحديد، لكن الاهم ان جمهور النادي الاهلي يصبر شويه زي ما قال كابتن سيد، وان يقدر يآزر الفريق بالشكل القوي والمطلوب فيما هو قادم من مباريات في مختلف التحديات، سواء في بطوله الدوري او البطولات المحليه بشكل عام، او كمان بطوله دوري ابطال افريقيا ودور المجموعات اللي على الابواب خلاص. وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع البطولات. النادي الاهلي يظل منافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها، وان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي خلال المراحل الهامه جدا المقبله.
طيب يعني احنا كان معانا العديد من الاخبار كنا ممكن نتكلم فيها، لكن خلاص كابتن سيد عفيف جاوب على كل الاخبار، والنهارده التدريبات احنا عارفين الامور كانت ماشيه ازاي، والفريق سافر النهارده خلاص لاسكندريه عشان المعسكر الخاص بمباراه سموحه غدا ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه 5 باستاد برج العرب. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ويعود للانتصارات وتكون بدايه جديده للنادي الاهلي نحو استعاده المنافسه على بطوله الدوري، مش بس المنافسه لكن اكيد كمان ان شاء الله الفوز بهذا اللقب والحفاظ عليه للموسم الرابع على التوالي، وده الشيء الاهم بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. طبعا كانت مداخله هامه جدا بالنسبه للكابتن سيد عفيف. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله هنبتدي فقراتنا في حلقه الاهلي الليل النهارده، واللي هتكون من خلال زميلي العزيز استاذ محمد الجندي، واللي هيستضيف فيها الكابتن صديق الجمال طبعا عضو اداره اختيار المواهب بالنادي الاهلي، وده هيكون ملف وحوار هام جدا جدا من خلال زميلي العزيز استاذ محمد الجندي بعد الفاصل. مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي هذا الحوار بنناقش مستوى المنافسه في الدوري المصري هذا الموسم والتوقعات بالاقرب الى المنافسه على لقب الدوري هذا الموسم، ودائما ابدا عندنا ثقه في لاعبينا وفي جهازنا الفني في قدراتنا للوصول لاعلى مستوى فني وتعويض ما فات او تعويض اي فارق من النقاط مع المنافسين في صداره الدوري من اجل المنافسه على اللقب الخاص بالبطوله اللي بنطلق عليها دايما انها البطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي، الا وهي الدوري المصري الممتاز لكره القدم. ومشوار الاهلي كمان طبعا مكثف في البطولات المحليه والدوليه، عندنا بفارق 4 أيام فقط 8 يوم 8 مباراة سموحة، يوم 12 مباراة الأهلي بيبدأ مشواره في دوري المجموعات في البطولة الأفريقية أو النسخة الحالية من دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم. أسئلة كثيرة جدا عن الصفقات الجديدة ودعم الفريق وفرص إعادة فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم فنيا وبدنيا وخططيا لمستواه للوصول لمرحلة الأداء والنتائج المرضية لجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا في الأهلي ليلة الكابتن صديق الجمال، لاعب النادي الأهلي سابقا وعضو الإدارة الفنية لاكتشاف المواهب في النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن صديق وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ سعداء بوجودك معنا النهارده في الأهلي الليلة. الله يخليك، أنا أتشرف أكون مع حضرتك يعني. كابتن صديق، الأحداث الأخيرة، نبدأ بآخر الأنباء اللي ناقشناها وتابعناها في الأيام الساعات كمان القليلة الماضية، تعاقد النادي الأهلي مع النجم حسين الشحات وانتقاله من العين الإماراتي للنادي الأهلي المصري والصفقات الجديدة ودعم الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين المتميزين من داخل ومن خارج مصر. حضرتك رأيك إيه وشايف الصفقات دي إزاي وتأثيرها المتوقع على الفريق؟ بداية طبعا ببارك لجميع النادي الأهلي على الصفقات اللي عملها مجلس إدارة وجهاز الكرة، دي هتبقى إضافة إن شاء الله قوية جدا جدا، والحمد لله طبعا بتوفيق ربنا إن في آخر صفقتين بتاعت حسين الشحات وياسر دول مميزين جدا جدا مع العناصر اللي اتضمت قبل كده. بدايه نبدا بحسين الشحات، انا طبعا جماهير النادي الاهلي اديته الحب والانتماء قبل ما يلعب، لانه قدم حاجات، قدم الكثير للنادي الاهلي مش في الملعب، وعنده طبعا حاجات كثيره جدا هيقدمها للنادي، هو عنده امكانيات عاليه جدا وهيبقى اضافه قويه باذن الله باذن الله، لان اختياره للنادي الاهلي اختيار موفق، الرغبه بتاعته اللي هي بتنهي كل حاجه، بتنهي اي جدل، اي كلام، اي نقاش في الموضوع. انت عارف النادي الاهلي معودنا لما بيجيب صفقات قويه واي صفقات بتخش النادي الاهلي بتلاقي اكتر من معارض واكتر من اي حد بيحب يتناقش او عايز يفشل الصفقه. مع العلم ان احنا يعني اي نادي بيجيب صفقات النادي الاهلي عمره ما يتطرق لحد ولا بيتكلم على صفقات حد، النادي الاهلي بيشتغل داخل بيته بس، يركز مع فرقته، مع لعيبته. فطبعا بداية بحسين شحات انا شايف هيبقى اضافة قوية جدا جدا وهيبقى مكسب للنادي. حسين الشحات في توقع حضرتك، طبعا القرارات الفنية هي حق مطلق للجهاز الفني، ولكن هل تعتقد انه هيكون من اللاعبين اللي هيشاركوا بصفة أساسية وهيكون لهم تأثير كبير بشكل مباشر في المباريات القادمة؟ لأن دايما جمهور النادي الأهلي بيخاف من وجود عدد كبير جدا من النجوم سواء داخل النادي أو تعاقدات وصفقات جديدة، والجمهور بيبقى عنده حالة قلق وتوتر وترقب لو في لاعب جديد ما بيشاركش. هل تعتقد ان حسين شحات هيبقى من الاوراق الاساسيه في الفتره الجايه في الفريق؟ ان شاء الله حسين هيبقى من الاوراق الاساسيه، لان بقول لك اختيار موفق، المركز بتاعه المنافسه كويسه جدا،
وانا بتمنى فرقه النادي الاهلي يبقى فيها في المكان 3-4. الاهلي متعود على البطولات وعنده استحقاقات كتير، فلازم يكون عنده عناصر مميزه وعنده بدله، ما هي ما سماش بدله، عنده اللي في الملعب زي اللي خارج الملعب، زي اللي بره السكور. فحسين هيبقى ليه دور كبير وهيبقى اكيد هيبقى اساسي، لان في الفتره دي النادي الاهلي محتاج ان واحد زي دوت في الحته بالذات الثلث الاخراني يكون متواجد، لان هو كان بيلعب كمان حسين جاهز يعني مش بعيد عن الملعب ومؤثر جدا جاي لحضرتك وكان رائع. جاي لحضرتك لاعب بطوله الانديه بتاعت بطوله العالم الانديه اللي كانت في الامارات، وعنده جهوزيه بدنيه فنيه عاليه جدا جدا، يبقى قريب للمشاركه غير اي حد، يعني هو جاهز. فأكيد المدرب بيتمنى يكون عنده ورقة رابحة زي دي، مش هياخد فترة على بال ما يدخله جوه التيم. وحسين كل لعيبة الأهلي طبعا عارفينه ولعب معاهم قبل كده، فإن شاء الله هيندمج بسرعة مع الفرقة وهيبقى مكسب كبير للنادي الأهلي الفترة دي بإذن الله. إن شاء الله. خلينا نتابع معاك كابتن صديق ومع مشاهدينا هذا التقرير وتصريحات لنجم النادي الأهلي، أحدث الصفقات وأحدث النجوم المنضمين للنادي الأهلي وللفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، النجم حسين الشحات. النادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى انه يلعب فيه، فبالنسبه لي حاجه كبيره يعني. يعني النادي الاهلي نادي كبير معروف ببطولاته، معروف بكل حاجه، فالنادي الاهلي طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان احقق يعني نص البطولات اللي هي موجوده في الدولاب انا وزملائي الفتره الجايه ان شاء الله. نفسي ان احقق بطوله افريقيا ان شاء الله، نقدر نعملها ان شاء الله، ونحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. فطبعا يعني كانت بالنسبه لي انا لازم اخد صوره طبعا جنب دولاب البطولات. طبعا زي ما قلت النادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى يلعب فيه. النادي الاهلي يعني كان حلم من الطفوله طبعا ان انا ارتدي تيشيرت النادي الاهلي، ان انا العب مع جيل كبير وجيل لعيبه كبار ولعيبه كويسه جدا على مستوى. بالنسبه لي كان نفسي احقق دوت، بس الحمد لله ما قدرتش. بس بعدها بفتره طبعا يعني من اول الشرير الدخان كان في مفاوضات مع النادي الاهلي، وبعد كده مصر المقاصه، وبعد كده من هنا في العين. فطبعا كان بالنسبه لي انا لازم خلاص احقق ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي، فالحمد لله قدرت ان انا احققه، وان شاء الله اقدر احقق بطولات ان شاء الله. طبعا يعني طبعا يعني انا قلت قبل كده مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه رزقك مكتوب، سواء هنا سواء في اي نادي رزقك مكتوب هتاخده. فانا بالنسبه لي النادي الاهلي اهم من اي حاجه، يعني اهم من الفلوس. الحمد لله يعني والدتي من صغري يعني معلمين اللي انا اشبع طبعا وعيني شبعانه طبعا، فالحمد لله بالنسبه لي ما كانش فارق معايا فلوس، فالحمد لله انا مبسوط في اي حاجه فاقل فلوس انا مبسوط بيها، فبالنسبه لي مش فارق معايا فلوس والله. طبعا كابتن خطيب يعني حاجه كبيره جدا، واي حد يتمنى ان هو يقابله ويكلمه. فانا بالنسبه لي طبعا كابتن خطيب اول ما كلمني قلت له طبعا انا تحت امر النادي، فانا متواجد في اي وقت تكلموني فيه انا اكون موجود. فطبعا يعني ده كان حلم كمان، فكابتن خطيب ما يكلم اي حد، فخلاص الموضوع بالنسبه له خلصان. فالحمد لله يعني اول ما كلمني قلت له كابتن انا ان شاء الله متواجد، اول ما تخلص انا متواجد في النادي الاهلي. والله انا طبعا كابتن سيد كان بيرحب بيا، وانا كابتن سيد كنت قابلته كذا مره قبل كده، فبيرحب بيا وقال لي يعني مبروك انضمامك لينا، وان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه، تعمل حاجه كويسه. فكنت طبعا قاعد مبسوط معاه، قلت له طبعا يا كابتن ان شاء الله اي حد يتمنى يحقق بطوله مع النادي الاهلي، وان شاء الله اقدر اعمل كده ان شاء الله. المدرب طبعا اتكلمت معاه واتكلم معايا وقال لي انا اتابعك طبعا، وانت لعيب كويس وربنا يكرمك ان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وانا عارف انت بتلعب في كذا مركز، وان شاء الله ربنا يكرمك معانا ان شاء الله، ونقدر نعمل مطلوب ان شاء الله. قال لي طبعا النادي الاهلي نادي كبير بينافس على بطولات كتير، فطبعا يعني دي حاجه كبيره، وقال لي ان شاء الله تقدر تعمل كده ان شاء الله. كنت عايز انزل التمرين لاني عشان خاطر طبعا اكون مع زملائي من اول يوم انا موجود فيه، فطبعا يعني اتمرنت وان شاء الله عشان خاطر الحق مباراه افريقيا ان شاء الله. فربنا يكرم ان شاء الله وكلنا نصيب العب فيها ان شاء الله. بكره ان شاء الله اكون متواجد في المعسكر ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا زي ما قلت لك انا اتصورت مع البطولات نادي الاهلي، لاني ان شاء الله نفسي احقق بطولات مع نادي الاهلي، وان شاء الله اقدر احقق بطولات افريقيا معاهم ان شاء الله انا وزملائي ان شاء الله. طبعا يعني كابتن محمد ابو تريكه يعني حاجه كبيره وشخصيه عظيمه، فكان نفسي الحقه في الملاعب طبعا، بس ما حصلش نصيب. فبالنسبه لي كابتن ابو تريكه ما يكتب عليا كده، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره، وديت اكبر دافع مع مساندة الجمهور ليا، مع مكالمة كابتن خطيب، مع كل الناس بصراحة اللي ساعدتنا، يعني مش مهندس عادل الكيعي وأمير توفيق وكان أحمد فضل قبل ما يمشي، يعني كل الناس فبصراحة يعني كل واحد لازم ياخد حقه. ف يعني الحاجات دي كلها طبعا يعني تديني دافع قوي، ومع مساندة الجمهور زي ما قلت مع تويت كابتن محمد ابو تريكه، فدي بالنسبه لي اكبر دافع ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله اقدر اعمل حاجه مع زمالك ان شاء الله. طبعا والله بشكره طبعا على الثقه الدهيله ديت، الثقه الكبيره ديت، وشكرا يا كابتن خطيب، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه، وان شاء الله
يكون دافع ليا، مسند حضرتك ليا والمجلس الاداره كله طبعا، يعني اللعيبه اخواتي وصحابي طبعا. فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مع بعض، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق بطولات الفتره الجايه ان شاء الله. الفتره الجايه ان شاء الله بنقول للجمهور ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ونعمل حاجه كويسه الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا يعني بشكرهم جدا على مساندتهم ليا الفتره اللي فاتت، وان هم اصروا ان انا اجي النادي الاهلي. ف بقول لهم شكرا جدا ليكم، وان شاء الله اكون دافع كويس ليا اللي انتوا عملتوه معايا، وان شاء الله احقق بطولات واقدر اساعدكم ان شاء الله كلكم ان شاء الله. انا وزمايلي ان شاء الله في فريق. ناس كتير اتكلمت عن ضخامه صفقه انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي، والامر ده تبريره بسيط جدا. احنا كنا بنتعاقد او بنشتري حسين الشحات، امكاناته الفنيه كلاعب هي امكانات تجعل سعره في سوق الانتقالات سعر ضخم جدا او مرتفع جدا. الامر الثاني، احنا بنشتري اللاعب من مين؟ من نادي ظروفه الماليه والاداريه ايه؟ نادي العين الاماراتي متميز جدا بامكاناته، نادي غني ماليا وفنيا واداريا وتنظيميا، فما عندوش اي مشكله، ولكن عنده احتياج لانه يبيع اللاعب وكان متمسك بيه فنيا، ولكن احترم علاقاته مع النادي الاهلي ورغبه اللاعب وتمسكه بالانتقال للنادي الاهلي اللي ابداها باحترام شديد لاداره ناديه، وتمسك النادي الاهلي على الجانب الاخر باحتياجه الفني للاعب وثقته في قدرات هذا النجم الكبير واضافته للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره الجايه هي اللي سهلت المهمه. واحترم نادي العين الاماراتي هذه الرغبه المشتركه للنادي الاهلي وادارته بقياده الكابتن خطيب ورغبه اللاعب، ودي العلاقة المتبادلة اللي سهلت المهمة، واللاعب بالفعل كان في فارق مالي لصالحه في حال بقائه في الإمارات أو انتقاله لأي عرض آخر بعيدا عن الدوري المصري، لكن حسب تصريحاته هو فضل التعاقد مع النادي الأهلي والانتقال لهذا الكيان الكبير. رأي حضرتك إيه يا كابتن صديق على الضجة اللي أثيرت، وإن المبلغ ضخم وإن الصفقة مبالغ فيها، الناس اللي دايما بتحاول تجد طريق أو آخر للانتقاد أو للهجوم على النادي الأهلي؟ أنت حضرتك لخصت الصفقة بالنسبة للتعامل مع نادي العين الإماراتي. نادي العين الإماراتي نادي كبير جدا في الإمارات وصاحب بطولات ويملك إمكانيات مادية كبيرة جدا. الموضوع ما كانش مادي بحت. النادي العين تعامل بروقية جدا مع النادي الأهلي بوجود الكابتن الخطيب، وكان ليه دور كبير جدا جدا. حتة الصفقة غالية أو الصفقة مش غالية دي نغمة كده الناس بتتكلم بيها. احنا دلوقتي في 2019، يعني في لعيبة في مبالغ هتوصل أكتر من كده، لأن حجم يعني القيمة بتاعت اللاعب لاعب مميز جدا جدا. وأنت ممكن تجيب لعيب أجنبي قده 3-4 مرات في السعر، بس هو عشان لعيب عربي ولعيب مصري فالناس بيبقى فيه مبالغه في الحدث شويه. انا شايف ان الموضوع عادي جدا جدا، وحسين يستاهل اكتر من كده، وهو الرغبه بتاعته اللي حسمت الموقف. وزي ما قلت لحضرتك كسب حب جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله هيكون اضافه، ولما ينزل في الملعب الناس هتقول يستاهل اكتر من كده. فمش عايزين حد يشكك في حته الصفقه، احنا مجرد اراء. لا، كل واحد كمان الناس يعني الحقيقه كلامها احيانا عشان هو بيبقى موقف متعمد ضد النادي الاهلي طول الوقت، بيبقى كلام متناقض. الفتره اللي فاتت كانوا بيقولوا الاداره مش عايزه تنفق ومش عايزه تمول صفقاتهم، ما بتجيبش لعيبه سوبر. بعد صفقات بقيمه او بحجم لاعبين امكانياتهم زي رمضان صبحي وحسين الشحات، بدا الناس تقول ايه المبالغ اللي بتدفع. فمن يريد ان يهاجم سيجد طريق للهجوم بشكل او اخر طول الوقت، حتى لو ناقد نفسه يعني. دول لو حتى لو اعلام او حتى حد منافس او حد، دول بيقللوا من قيمه الصفقه وعايزين يهبطوا معنويات النادي الاهلي. النادي الاهلي مشي على الطريق الصحيح، هتلاقي ناس بتتكلم. لو حصل دروب او اي حاجه بتحصل في اي انديه العالم، مباراه مبارتين، الحمد لله الحمد لله الاهلي قادر ان يرجع في اي وقت. الاهلي لما بيرجع ما بياخدش فتره كبيره، في انديه بتقعد بالعشر سنين عشان ياخد بطوله، ما حدش بينقد ولا حد بيشتغل معاهم، يعني بيسيبهم شغالين في مجالهم واحنا شغالين في مجالنا. فانما الناس كلها، الناس الواعيه اللي عندها ثقافه كرويه، لا هتقلل من قيمه الصفقه ولا تغلي سعر الصفقه، بالعكس مكسب كبير للنادي الاهلي. وانا في رايي الشخصي حسين الشحات يستاهل اكتر من كده. يعني حضرتك شايف انه هيكون اضافه فنيه كبيره. اللاعب نفسه هنا في كلامه كمان في حافز واضح جدا في تصريحات النجم حسين الشحات، انه بيفكر في الموسم ده، مش بيقول الموسم اللي جاي، بيقول اتمنى ان انا احقق مع زملائي ومع الجهاز الفني والمسؤولين في النادي بطوله افريقيا هذا الموسم وبطوله الدوري هذا الموسم. يعني أكيد عنده الحافز ومش باصص لفارق نقاط، وعنده الطموح مع زملائه. ما هو عشان كده عارف ان جماهير النادي الاهلي
بقول لك عشقته قبل ما يلعب. حط امال كبيره عليه جدا جدا ان هو يجي الفتره دي باذن الله يصنع الفرق مع زمايله، سواء الدعم اللي هم جم جدد او سواء المصابين، هيبقى باضافه للفرقه. فالناس حاطه امال كبيره جدا عليه. انا بتمنى من الله ربنا يوفقه باذن الله يعني يكمل الفتره اللي جايه، ويكون عنده حسن ظن الناس اللي جابته النادي الاهلي، وانا شايف ان هو جدير بالحته دي. فاحنا برضو بطلب من جماهير النادي الاهلي الصبر، ويكون في توازن في حته القرارات او حته الناس اللي بتتكلم على في الانترنت والحاجات دي. من الناس ما تمشيش مع التيار اللي هو المعاكس. الناس طول بالها على النادي الاهلي، النادي الاهلي عودهم على البطولات والانتصارات، وعمر النادي الاهلي ما زعلهم، فلازم يكون عندهم صبر، ومش عايزين حد يخرج عن ايه، عن النظام والقاعده بتاعت النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي واعيه جدا، جماهير نادي ثلاث ارباع جماهير مصر بتشجع النادي الاهلي، فما ينفعش واحد يجي او اثنين او ثلاثه يتكلموا عن النادي الاهلي والناس تتجر وراهم. وبعدين كمان في رساله عايز حضرتك تعلق عليها في تصريحات حسين الشحات، بيقول انا كنت حابب من طفولتي انتمي لهذا الكيان والعب في النادي الاهلي وارتدي تيشرت النادي الاهلي، وانه كان فارق كبير جدا بالنسبه له انه في اتصالات مباشره معاه من الكابتن محمود الخطيب، قال بما يعنيه بالنسبه له كقيمه كبيره في الرياضه المصريه وفي تاريخ الكره المصريه. فكل هذه الامور، هذا اللاعب يدرك حجم وقيمه رموز النادي الاهلي وقيمه أكيد. الانتماء لهذا الكيان، انضمامه ما جاش من فراغ، حبه للنادي من عشقه للنادي وهو صغير. هو قال كلمه يقول لك انا الموضوع المادي اخر حاجه افكر فيه، انا جاي فرحان ان هو جاي النادي الاهلي، عشان هو اختياره كان صح وموفق. اللي بيختار النادي الاهلي يختار كل حاجه، واللي النادي الاهلي يختاره يبقى خد كل حاجه. فانا بقول لحضرتك انا يعني ان شاء الله بنتامل في ربنا باذن الله ان يكون التوفيق معاه الفتره اللي جايه، ويصنع الفارق مع اللعيبه اللي انضمت جديده للنادي الاهلي. الصفقات الثانيه برضو لا تقل اهميه عن صفقه حسين الشحات. في صفقات في كل المراكز. ياسر النهارده يعني صفقه من العيار الثقيل، ياسر ابراهيم مميز جدا جدا، ياسر ابراهيم مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. انا بحيي المسؤولين في النادي الاهلي انهم جابوا الصفقتين في 24 ساعه عشان يهدوم لجماهير النادي الاهلي، عشان الناس تطمئن على الفريق. وانا بقول لك دول هيبقوا اضافه مع الناس اللي اتضمت كلها، محمود وحيد ورمضان صبحي جيرالدو، كل الناس دي لما تجهز يخشوا بالفرقه. ومحمد محمود، انت بتقول حضرتك ايه المركز بالنسبه للمدرب او بالنسبه للنادي الاهلي؟ هيبقى في مثلا حد في المركز ده؟ لا، انا عايز في كل مركز اثنين ثلاثه، الاهلي عودنا على كده، عشان اللي بره يبقى زي اللي جوه، اللي بره السكور يبقى زي الاثنين اللي جوه. انت دخل عليك ظروف لو جت مع اي نادي في مصر او اي نادي في اوروبا هيقع، لما يجي لك سبعه ثمان مصابين تسعه مصابين، والحمد لله النادي الاهلي واقف على رجليه. يعني الظروف دي اي حد كان يمر بيها صدقني مش هيجيب كورنر، مش هيجيب بونت. احنا الفتره اللي فاتت ربنا كرمنا كسبنا اربع ماتشات، لو حصل دروب في ماتش ولا حاجه ان شاء الله الفرقه بتتظبط بعد كده. داخلين على بطوله افريقيا، هيبقى في ترتيبات جديده للموسم اللي احنا هنكمله والموسم الجديد. وان شاء الله النادي الاهلي زي ما عودنا فريق قوي ما يتهزش ابدا، ما يتاثرش باي حاجه. وانا شايف الصفقتين دول، انا من اسعد الناس طبعا مع جماهير النادي الاهلي ان هم النهارده كمان الواحد كده ايه صفقه انضمام ياسر ابراهيم للنادي الاهلي، اعتقد انها مش بس كمان من النقاط الجيده في دعم الفريق بلاعبين جدد، دي كمان مرضيه جدا جماهيريا، لانه الجمهور كان بيطالب، وعايز اعرف راي حضرتك فنيا، انه الاهلي كان في احتياج حسب رؤيه الكثيرين لاكثر من مدافع، من مساك مع المجموعه الموجوده، والناس كانت شايفه ان ده مطلب أكيد. مهم جدا فنيا. متفق معاهم ولا لا؟ انا متفق جدا مع اراء، لان بقول لك جماهير النادي الاهلي واعيه وعندها ثقافه زي المدرب بالظبط. يعني النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت كان في حته في حته القلب كانت عامله صداع في راس الجهاز الفني، في مجلس الاداره، في كل الناس اللي في النادي الاهلي. مش ان الناس اللي بتلعب في القلب قليله، لا، كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. بس قلت لحضرتك لما اثنين ثلاثه بيتصابوا في مركز زي دوت يهز اي فرقه. فانت النهارده لما تجيب واحد زي ياسر ابراهيم بيلعب في المكان ده لحد ما ان شاء الله باذن الله يسد ثغره كانت موجوده بسبب الاصابات او بسبب النقص العددي، لان اهم مراكز في النادي الاهلي وفي اي نادي الحته اللي في القلب دي بالذات، الاثنين اللي هما المساكين. يعني جالنا فتره في النادي الاهلي ايام وائل جمعه الله يمسيه بالخير والناس اللي كانت بتلعب في المكان ده، والجيل اللي قبليه واللي قبليه، ايام الكابتن محمود صالح وايام الكابتن مصطفى يونس وكابتن ماهر همام، كل الاجيال اللي كانت بتيجي بعديهم، عماد النحاس عشان ما انساش حد، كل الاجيال دي كان كل المدافعين دول بيقعدوا خمس سنين وست سنين يلعبوا اساسيين، وما فيش حد، لا كان في اصابات ولا كان في مثلا ايقافات، وكانت الدنيا ماشيه حلوه. لما الظروف حصلت دي خارجه عن اراده الاجهزه الفنيه وعن الناس اللي مسؤوله في النادي ومسؤوله عن الكوره، ان يجي لك اصابات كتير في مركز واحد زي ده، يدخل الباك الشمال تلعبه مساك، دخل الباك رايت تلعبه مساك. فالحمد لله النهارده ربنا وفقنا بصفقه من العيار الثقيل، ان شاء الله ياسر هيبقى برده موجود في المكان ده،
هيبقى ليه دور كبير في الفتره الجايه في النادي الاهلي. واي حد برضه الميزه الكويسه في النادي الاهلي ان حته الاختيارات سواء من مجلس الاداره او من لجنه التعاقدات او الناس الفنيين ما بيستعجلوش يا كابتن محمد، ان انت اي صفقه تجيلك بقى في دقه ان انت لازم الاختيارات تكون فيها دقه على اساس اللي يجي يبقى جدير بالمكان ده في النادي الاهلي، او يبقى يقدر يحمل تيشيرت النادي الاهلي في اي مركز من المراكز. لعيب النادي الاهلي بقى فيه مواصفات، في الصفه بتاعت النادي الاهلي، في الهيبه بتاعت النادي الاهلي، في البطولات النادي الاهلي، لما يجي يتحمل الضغوطات. فانا شايف الصفقات اللي جت الحمد لله فيها المواصفات دي، فالجماهير زي ما قلنا بتصبر. اي صفقه كويسه هتفيد النادي الاهلي، استحاله النادي الاهلي هيأثر ان يجيب حد يكون اضافه للنادي. طيب خلينا سريعا نتابع ونسمع التصريحات لاعب نجوم الجدد والمدافع المنضم حديثا الى صفوف النادي الاهلي. مبسوط منها جدا ان انا موجود النهارده في النادي الاهلي، وبحمد ربنا ان هو حقق لي امنيتي دي. من زمان كان نفسي انا واهلي ان الامنيه دي تتحقق، والحمد لله قدرت ان انا اجتهد واسعى ان انا اوصل لها، والحمد لله قدرت احققها. يعني المفاوضات شغاله من السنه اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. كان الكابتن الله صديق كلمني وقال لي اتفقنا على كل حاجه، بس ما الحوار ده نصيب. فضلت عادي اشتغل واجتهد لحد ما الحوار اشتغل تاني في شهر 12 اللي فات ده. قعدت مع كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني، قعدنا مع بعض، هي قعده واحده يعني، اتفقنا عليها على كل حاجه واتقابلنا النهارده تاني. فانا مبسوط جدا طبعا، وبحب اشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي وقف في ظهري الفتره اللي فاتت وساندني ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وبوعدهم ان شاء الله ان بقول لهم هعمل حاجه كويسه، يعني مش هقصر خالص معاكم ولا هبخل ابدا بجهد خالص للفريق، وباذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونحصد بطولات ونرفع اسم النادي باذن الله. مين في مصر يجي له النادي الاهلي وما يتمسكش بيه وما يبقاش عنده الرغبه اللي هو يجي؟ يعني ده انا فعلا اتحطيت تحت ضغوط صعبه جدا حد يتحط فيها، بس انا اصريت وبقيت استخير ربنا. وبصراحه كانت كل حاجه النادي الاهلي خلاص، انا قلت لهم يا جماعه انا مش هروح خلاص غير النادي الاهلي. الحمد لله قدرت باصراري بعزيمتي ان انا خلاص هلبس التيشيرت الاحمر، انا هلبسه ان شاء الله ربنا حقق لي امنيتي. يا رب يا رب كده تتحقق اكتر واكتر، انما الحاجه زي ما قلت لحضرتك طول ما انا عندي اصرار ان انا اجي وطموح لازم هتتحقق ان شاء الله. والدنيا خدتش يعني خلاص، هم اول ما الكيت فتح النهارده 7 ولا 8 كان الموضوع خلصان. طبعا ده حاجه ما كنتش احلم بيها طبعا اي لعيب يتمناها، والحمد لله انا قدرت احقق حلمي وحققه اكتر واكتر باذن الله بتتويج البطولات. انا الكابتن محمد يوسف اشتغلت معاه قبل كده، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان في ما بيننا تليفونات، بصراحه كلهم محترمين جدا، والكابتن الباشمهندس عادل الكاي طبعا. فباذن الله اقدر اوعدهم ان انا في الملعب اعمل اقصى حاجه عندي عشان اقدر اسعد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا هو نزل رحب بيا وقال لي مبسوط انك موجود معانا، بس في كلام تاني هنتكلم فيه مش دلوقتي عشان ما فيش وقت فعلا. فانا طبعا قلت له انا مرحب واصريت ان انا لازم اكون موجود في وسط المجموعه دي، وربنا حققها لي، وباذن الله اقدر اعمل مع حضرتك اللي هتامرني بيها هعمله لك، اللي هتقول عليها هعمله. ورحبنا ببعض وكده وخلاص. بلعب في اكبر نادي في افريقيا يعتبر، فطبعا الموضوع صعب مش سهل. طبعا اللعيبه اللي هنا المدافعين رامي ربيعه وسعد سمير دول صحابي جدا، رامي ربيعه لعب معايا منتخب شباب، مدافعين كويسين جدا، بس ربنا يشفيه يا رب ويرجعهم بالسلامه الاثنين. فانا طبعا دي حاجه صعبه عليا، بس باذن الله هبقى قدها مع العزيمه والاراده هقدر احقق الجمهور بيتمناه ان شاء الله. بشكر الكابتن محمود خطيب اللي هو اصر برده كان في ظهري، هو الكابتن سيد عبد الحفيظ ان انا اكون متواجد، هو الباشمهندس عادل الكاي كانوا في ظهري جامد ان انا ابقى متواجد، وانا بشكرهم جدا وبقول لهم باذن الله هقدر اشرفكم واعمل حاجه تسعد الجمهور كله ان شاء الله. لا كلنا اخوات باذن الله نقدر نعمل حاجه تسعد النادي الاهلي، ما احنا واللعيبه والجهاز والاداره واحد طبعا، باذن الله نقدر نعمل حاجه ان هي ترفع النادي الاهلي وتسعد الجماهير ان شاء الله. بشكر جمهور النادي الاهلي وبقول لهم جميلكم ده انا في رقبتي،
انا هرد عليكم في الملعب بيه. يعني انا جمهور النادي الاهلي انا هقول له حاجه، يعني انا الدعم اللي حصل ده على السوشيال ميديا كله، انا ردي في الملعب باذن الله ان انا هجيب لكم باذن الله، يعني مش هبخل خالص على جمهور النادي الاهلي باي حاجه، وباذن الله نقدر نحصد البطولات ونسعدكم ان شاء الله انا وزمايلي. الحماس اللي بنشوفه والسعادة والشعور بالانتماء لهذا الكيان الكبير، دي تصريحات كل وافد جديد للنادي الأهلي وآخرهم طبعا ياسر إبراهيم هذا المدافع المتميز، وانضمامه إن شاء الله يكون يعني إضافة فنية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. وتأكيدا بس على هذا المعنى اللي موجود عند كل اللاعبين وإدراكهم لقيمة النادي الأهلي، إن الناس اللي دايما بتتكلم إن الأهلي فقد تاريخه أو لم يعد البطل أو في حالة حتى وجود اضطراب لفترة أو لمباراة أو أكثر أو حتى الموسم كامل، اللي بيراجع تاريخ النادي الأهلي كويس وعارف تاريخ النادي الأهلي ويرجع للإحصائيات والأرقام يقول إن في فترات فيها جاب أو فجوة كان بيحصل فيها دروب في النتائج والأرقام، تجديد في الفريق، بناء فريق جديد، وبيرجع بعدها النادي الأهلي زي ما كان وأقوى وأفضل ويحصد المزيد من الألقاب. أي فترة فيها اضطراب فني لأي فريق بطل في العالم لا يمكن أن تؤثر أو تنهي أو تلغي تاريخه، بس الناس تراجع الأرقام وتشوف الفترات اللي فاتت كان بيحصل فيها إيه بعد كل مرحلة جديدة أو انتقالية. ويقول الكلام مختلف معايا الكابتن صديق جمال. اكيد يا كابتن، انا طبعا بحيي ياسر على الحوار بتاعه، يعني بصراحه بقول لك اتحقق حلمي بانضمام للنادي الاهلي، وان شاء الله بيتمنى ان هو يقدم حاجه لجماهير النادي الاهلي الكبيره، وهو مش بعيد عن لعيبه النادي الاهلي كلهم لعبوا معاه قبل كده، واختياره كان موفق يعني، وهو بصراحه يعني عنده كتير اللي قدمه، عنده خبرات، لعب كتير جدا في سموحه ولعب قبل كده برضه في الزمالك، يعني عنده خبرات وهيبقى ليه تواجد ان شاء الله في فريق النادي الاهلي، هيبقى اضافه للنادي، وهو ان شاء الله مستواه هيعلى برضه مع النادي الاهلي ومع بطولات النادي الاهلي، ويحقق كل الاحلام اللي ما قدرش يحققها بره النادي الاهلي. طيب نخش على الاسئله الصعبه شويه. كابتن صديق، كلاعب مميز كنت لاعب سابق في فتره مع جيل مميز جدا من النجوم في الفريق الاول، بمنتهى الصراحه ما الذي ينقص النادي الاهلي في الفتره الجايه بعد كل الشغل اللي بيحصل واجتهاد مجلس الاداره للوصول لافضل الاضافات والصفقات والتعاقدات، وده الحمد لله عمليه ناجحه بتحدث بالفعل في هذه المرحله باضافات مهمه جدا للفريق في كل الخطوط الفريق، بس لو خدنا مجموعه الهجوم، لو قلنا على سبيل المثال لان ممكن ما نبقاش بنحصر كل الاسماء، مؤمن، زكريا، صالح جمعه، الشيخ، ناصر ماهر، اجاي، ازارو، صلاح محسن، جيرالدو، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات، مروان محسن، محمد محمود، محمد شريف، وغيرهم من النجوم اصحاب الخبره والشباب، ايه اللي ينقص فريق بهذه القدرات الهجوميه اللي مش موجوده عند اي فريق تاني في الدوري هذا العدد من اللاعبين اصحاب الامكانات والمهارات الخاصه عشان يوصل للشكل اللي احنا متعودين عليه والنتائج والاداء المرضي للجماهير؟ او المجموعه اللي انت قلتها حضرتك كلها، اي مدير فني يختار الثلاثه من دول اللي لعبوا تحت المهاجم، كلهم لعيبه كويسين جدا ومميزين جدا وكفاءه ان هم يلبسوا تيشرت النادي الاهلي، في ناس منهم جابت بطولات كتير للنادي، وفي ناس لسه طبعا جايه جديده، بس ظروف الفريق، اي ظروف ممكن يعني بتمر على اي فريق زي النادي الاهلي بتعمل فجوه كبيره جدا، ان انت تبص تلاقي 7-8 مصابين او 9 مصابين ويجي يخش ثلاثه وبعدين يطلع اثنين، يخش واحد يطلع اثنين، فالحاجات دي كلها كانت بتاثر على اداء النادي الاهلي. وبرده الفريق مش ان هم 7-8 اللي هم في الثلث الاخراني، لا، في نص ملعب، في مدافعين، في حراسه المرمى، الفريق التيم ورك، تيم متكامل، كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي على مستوى عالي جدا جدا. انت لما تيجي تقول دلوقتي لو انا واحد جاي مسكت النادي الاهلي وبتقول لي مين يقعد ومين يمشي، انا احتار اقول لك مين يمشي، مفيش حد يمشي من النادي الاهلي، بس الناس اللي موجوده كلها عايزه المناخ اللي هم شغالين فيه ربنا يكرمهم، ما يكونش فيه اصابات، ما يكونش فيه توتر، ان انت عارف لما حضرتك واحد بيطلع من اصابه يخش في اصابه يجي ينزل تاني الملعب ما يبقاش مش قادر يقف على رجليه. يعني احمد فتحي من الاعمده الاساسيه بتاعت النادي الاهلي، خلاص نزل المباراه كان كويس جدا جدا ونازل عشان يكسبك، بعديها اتصاب وطلع بره، دي تهز اي لعيب، ما يبقاش عنده ثقه في نفسه لما ينزل تاني مش قادر. لا بس حد بخبرات احمد فتحي طبعا هيقدر يتعامل، بس لو لعيب اصغر ممكن يقرر الاصابه دي ليه؟ ازارو مروان، الناس اللي هم المهاجمين مرينا بظروف صعبه، الناس اللي موجوده دي كلها كويسة، أي ثلاثة أي حد هيلعب فيهم هيكسب النادي الأهلي. المدرب الجديد مدرب على مستوى عالي جدا، طبعا الفترة اللي جاية
بص على الفرقه كلها ويشوف مين اللي يكون متواجد الفتره دي ان هو يبدا بيه، مين اللي موجود بره، مين اللي ما يكونش موجود معاه. دي بتاعت رؤيه المدير الفني. انما انا سالنا عليهم كلهم مستواهم عالي جدا جدا. واي مدرب لو هم سلام ما فيش اصابات ما فيش اي حاجه، ان الفريق كده متكامل، عنده امكانيات عاليه للصفوف اللاعبين الموجوده. وزي ما قلت لحضرتك اي حاجه في اي مركز من المراكز النادي الاهلي في احتياجها ومتوفره الامكانيات دي في اي لعيب موجود، النادي الاهلي مش هيبخل ان يجيبها للجهاز الفني. طيب عايز اسال حضرتك، متفق ولا مختلف مع الراي اللي قاله في بالامس الكابتن شريف الخشاب؟ قال انا بقترح ورايه الفني قال انا رؤيتي انه ما يبقاش في ضغط على اللاعبين في الفتره دي، ما نكلمهمش طول الوقت عن الفوز ببطوله الدوري قد ما نكلمهم على كل مباراه كبطوله خاصه، كل مباراه ونفكر في اللي بعدها على مراحل او بشكل تدريجي عشان نشيل الضغط من على اللاعبين وهم هيبداوا يقربوا والحافز هيبقى عندهم للفوز بالبطوله بشكل تلقائي. انا حضرتك رايك ايه؟ انا لا رايي مظبوط، بس انا عندي وجهه نظر. النادي الاهلي انت مش بتحفز اللعيب او بتحط تحت ضغط تقول له انا عايز بطوله عايز بطوله، ما اوريدي اللعيب عارف. لا اللي هو بيتكلم عن الموسم ده دايما النادي الاهلي الحافز بطوله، وبالذات الفتره اللي جايه عشان الفتره الاولانيه كان فيها ايه بعض المطبات كده خفيفه في مباريات معينه. الفتره اللي جايه احنا محتاجين المكسب، مفيش ضغوطات على اللعيب، ما اللعيب عارف انه مطلوب منه مكسب. اصل يا كابتن محمد بيل احنا بنلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي مش نازل يتعادل، لا قدر الله مش نازل يخسر، مطلوب منه مباريات الفوز بكل مباراه. مفيش ضغوطات، ما هو النادي الاهلي مش هيكتب ورا كده لعيب او يضغط عليه في الاعلام. لا، ما هو الاهلي عارف اللعيب ده مطلوب منه ايه، مش محتاج اللعيب حد يكلمه انه امر مفروغ منه. أمال هو من غير كلام النادي الاهلي دايما بيدور على البطوله، بيبحث عن الفروقات اللي موجوده. امال النادي الاهلي كبير ببطولاته، بامجاده، بلعبته، باجهزته الفنيه، باداراته، دي مش من فراغ. طب هل فارق النقاط الموجود مع المتصدرين حاليا الاول والثاني او المراكز الاولى في الدوري؟ هنتكلم في النقاط. هل تخلينا نبعد شويه عن المنافسه ولا المنافسه على اللقب موجوده؟ لا. والحافز ده موجود عند الجهاز واللاعبين لهذا الموسم حتى مع فكره الاحلال والتجديد وبناء فريق جديد للنادي. ما هو دي ضربه الشهره. الفريق البطل كده حتى في الاحلال والتجديد مطالب منه بطولات، مطالب منه انه يكون رقم واحد. حته البطوله بالنسبه على الورق، طالما احنا حضرتك في عدد المباريات كبير ما تقولش اكبر من فارق النقاط، اكبر من فارق النقاط. وبعدين النادي الاهلي المؤجلات باذن الله ان شاء الله يكسب المؤجلات بتاعته، هيبقى الفرق بسيط. اللي متصدر اكيد مليون في الميه خايف منك انت، مش خايف من بيراميدز ولا من الفرق الثانيه، لان عارف النادي الاهلي لما يمشي باذن الله والدنيا تمشي كويس والمكسب يجيب مكسب، الاهلي بيكهرب اي حد. وان شاء الله باذن الله المنافسه لسه في الملعب والبطوله في الملعب. وبعدين احنا مش بنلعب على بطوله الدوري بس، عندنا دوري الابطال، عندنا كاس مصر، اي بطولات الاهلي داخل فيها، اي استحقاقات الاهلي مطالب بيها. طيب احنا وصلنا للفاينل الموسمين السابقين في البطوله الافريقيه، وكان لغيابات واصابات او بعض التعثر الفني الامور ما كانتش مستقره ولم نفز بالبطوله رغم ان النادي الاهلي كان بيقترب منها جدا والوصول للنهائي. هل الامر مختلف مع المجموعه الجديده وضم ودعم الصفوف بهذا القدر من النجوم؟ حضرتك شايف الفرص مختلفه في هذه النسخه من البطوله الافريقيه؟ اكيد ان شاء الله، يعني بعد التدعيمات وبعد ان شاء الله باذن الله عوده المصابين، النادي الاهلي يبقى فيه هيبقى شكل ثاني، وبالذات في البطوله الافريقيه. والفتره اللي هي فاتت اللي كان فيها اخفاقات بالنسبه للنهائي اللي فات او اللي قبليه، النادي الاهلي في الظروف اللي كان بيمر بيها ورغم كده وصل للنهائي، بس الاهلي مطالب ببطولات. جماهير النادي الاهلي عشان ما ايه عندها طموح في العشم بتاعها، طموح كبير جدا ومن حقها، لان عندها ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هي بتحقق لها بطولات. بس البطوله السنه دي مختلفه عن الموسم اللي فات، كان فيه برضه نقص عددي والاهلي كان مضغوط حته الصفقات. يعني لما النادي الاهلي الاداره استلمت وكان برضه ليك لعيبه معينه، انما الحمد لله دلوقتي في افانتاج عندك وفي متاح لينا ان احنا نجيب لعيبه، بس يكون على مستوى النادي الاهلي، على مستوى البطولات اللي بيشارك فيها. يعني البطوله الافريقيه انا شايف باذن الله بدايه من ماتش فيتا كلوب اللي هو باذن الله برج العرب الاولاني، البدايه تكون قويه والاهلي مستعد استعداد جيد، ومع التدعيمات ومع عوده المصابين مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، الاهلي باذن الله بيلعب على اللقب ان شاء الله. طيب كابتن صديق، الميزه اللي عند النادي الاهلي والانديه الجماهيريه في مصر في مقدمتها النادي الاهلي امام الانديه التي لا تتمتع بجماهيريه حقيقيه، ميزه الحضور الجماهيري وتاثيره على اداء نجوم النادي الاهلي، لان احنا عندنا مشكله بنحرم من ميزه كبيره جدا فنيا عندنا. جميل. الا وهي الجمهور. اكيد كل مباراه بنشوف مباراه الاهلي والنادي الفلاني من غير جماهير، امور تنظيميه، اتحاد الكوره، الجهات الامنيه، في النهايه القرار بيصدر بهذا الشكل. حضرتك شايف الاشكاليه دي ازاي وتاثيرها الفني على النادي الاهلي؟ من اهم السلبيات في مصر في كره القدم عدم حضور الجماهير.
الجماهير وبالاخص هنتكلم على جماهيرنا احنا جماهير النادي الاهلي بتبقى رقم واحد بتدي باور لفرقه النادي الاهلي وهي مساهمه في كل بطولات النادي الاهلي. فاحنا اللعيب بتاع النادي الاهلي متعود يبقى الملعب مليان جماهير بينزل بيبدع بينزل يؤدي. انت عارف الاهلي روح القتاليه العاليه مع الفنيات مع التكتيك بس الجمهور بيفرق معانا. فطبعا انا شايف ان من ضمن الحاجات اللي هي المؤثره على النادي الاهلي عدم حضور جماهير النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي كبيره جدا وعظيمه واي حد يتمنى يلعب طبعا الواحد جربها في الملعب تنزل بيبقى فيه 70 80 الف في الملعب طبعا غير اللي بره الملعب دي في حد ذاتها بتدي انطلاقه وبتدي باور كبير جدا جدا لعيبه النادي الاهلي. فدي عامل سلبي انا مش عارف لحد وقتنا هذا بالنسبه لاتحاد الكوره او بالنسبه للمسؤولين عن عوده الجماهير. الحته الامنيه يعني في انديه قصدي في دول فيها حاجات صعبه جدا جدا والمباريات فيها جماهير. احنا عندنا الحمد لله عندنا امن وعندنا استقرار حتى لو تدريجيا حتى يبقى الشكل العام كويس انما اخش انا الملعب الاقي ما فيهوش الا 200 300 واحد وبعدين برضو الفتره الاخيره في مباريات احس الانديه الثانيه في 1000 في 2000 كمان احنا بنشتغل دلوقتي على استضافه نهائيات كاس الامم الافريقيه يعني المفروض ان احنا نوصل لاعلى مستوى حضور الجماهير والتنظيم والامور كلها اديتك الترشيح او اديتك ان انت تعمل البطوله وعليك الاختيار ان انت تنظم بطوله الامم الافريقيه الشكل العام هتنظم بطوله ما يكونش فيها جماهير ده المنظر 2006 في مصر شفت الجماهير كانت عامله ازاي شوف المباريات اللي قبل كده اللي مثلا يكون فيها طرف النادي الاهلي وانديه كبيره الملعب بيبقى مليان شكل ثاني فما ينفعش انت عايز تنظم بطولات مفيش جماهير فانا عايز اعرف لحد وقتنا هذا دي حته امنيه ولا اتحاد الكوره لان البطوله الافريقيه على الابواب زي ما بيقولوا فلازم ناخد قرار سريع الفتره اللي فاتت لو هم اشتغلوا باحترافيه كان لازم يبقى في عدد جماهير حتى 2000 3000 4000 5000 بعد كده تلاقي في استقرار ممكن تزود العدد والنادي الاهلي كان قدم رؤيه بهذا الشكل كان في اجتماع لرؤساء الانديه وقدم كابتن محمود الخطيب رؤيته ورؤيه النادي الاهلي الخاصه بهذا الامر وكان في مقترحات بالزياده بنسب من بدايه الدوري هذا الموسم لنهايته اكيد وكانت رؤيه صائبه بس هما لازم ياخدوا بالافكار دي وبالقرارات دي احنا عايزين الشكل العام يبقى كويس يعني الناس انت لما يجي كابتن الخطيب يعرض عليهم في المقام الاول كابتن الخطيب عارف ان الجماهير هي عصب اللعبه هي اللي بتدي الشكل العام سواء للانديه للمنتخبات لمصر انت الناس بتيجي من بره يقول لك في استقرار في مصر فالاستقرار ده فين الجماهير الحته دي ولها تاثير على اداء اللاعبين في الفرق اللي اتعودت تلعب قدام جمهور اللي لها جمهور كبير اكيد ومقدمتها الاهلي طبعا وانديه اخرى كبيره منتخب مصر هبدا بالمنتخب عشان ما نكونش ان احنا يهمنا النادي الاهلي بس البطوله بتاعت 2006 كان من اهم عوامل الفوز ومكسب البطوله جماهير مصر جماهير. احنا فنيا في فرق كانت اقوى مننا وكان عندنا منتخب قوي مع الكابتن حسن شحاته لعيبه على مستوى عالي جدا جدا بس كان معانا فرق كوت ديفوار كان معانا الكاميرون كان معاه فرق السنغال كان في مواجهات قويه جدا جدا بس اللي حسم بعض اللقاءات الجماهير والدفع والشحن بتاع الجماهير دي للعيبه المنتخب وللفرق في المنتخب القومي خدنا بطولات بيها فان شاء الله انا بتمنى الفتره اللي جايه تكون الملاعب كلها فيها جماهير وبالذات جماهير النادي الاهلي رقم واحد تكون ماليه الاستاد باذن الله وبرج العرب كلاعب سابق وصاحب خبرات وحضرتك لعبت في فتره كان فيها مجموعه مميزه جدا من النجوم في النادي الاهلي جيل مميز جدا من اللاعبين في الفريق الاول لكره القدم ايه الرساله اللي حابب توجهها في المرحله دي عن الموسم ده بظروفه الحاليه لنجومنا سواء النجوم الجدد او اللاعبين الموجودين في الفتره اللي فاتت قبل التعاقدات الجديده طبعا النجوم اللي هم في ناس لعبت قبل كده بطولات وعندهم مشاركات كتير مع النادي الاهلي عارفين قيمه وحجم النادي الاهلي وعارفين تيشرت النادي الاهلي وقدموا كتير للنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي قدم لهم كتير بتمنى عليهم هم واللعيبه الجدد الناس اللي وقع عليهم الاختيارات ان يكونوا موجودين في النادي الاهلي انتوا لعيبه كفاءه وعندكم امكانيات عاليه جدا فنيه وبدنيه وعمر النادي الاهلي ما يجيب حد اللي كان ذو كفاءة وعارف ان هو المرحلة دي رجل المرحلة دي اللعيبة دي كلها لعيبة مميزة جدا جدا بتمنى عليهم ان شاء الله بإذن الله يندمجوا مع اللعيبة اللي هم اللي موجودين وانا عشرتها في الملعب اللي بيجي من بره بعد خمس دقايق بالظبط مش هقول لك بعد يوم ولا بعد سنة او بعد شهر بيحس ان هو مولود في جوه النادي الاهلي شوف ياسر ابراهيم وهو بيتكلم شوف حسين الشحات حاجة يعني مبشرة يعني حاجة تخليك تبقى مبسوط الناس دي جاية كأنها مولودة في النادي الاهلي ولسه ما لعبوش اي مباراه رسميه الناس اللي جت كلها
كويسين. محمد محمود طبعا رمضان صبحي مش جديد، رمضان صبحي ابن النادي. والحقيقه حتى لو ما كناش فزنا بالمباراه الاخيره او حتى مع هزيمه الاهلي في المباراه الاخيره، الا ان الجمهور خرج راضي عن الفتره اللي شارك فيها محمد محمود. أكيد. واداؤه كان مرضي جدا. أكيد. عنده الحافز وعنده القدرات الفنيه، اللاعب واضح انه هيكون يعني مؤثر ان شاء الله مع محمد الفنية. محمود ادى الفتره اللي لعب فيها النادي الاهلي ماتش بيراميدز كان شكله كويس جدا جدا، هي بس ظروف او يعني ممكن تحصل هفوه كده بسيطه، بيحصل حاجات فرديه كده ممكن يحصل اي خطا، دي ما تقللش من الفريق لعب مباراه كويسه جدا والفريق ليه شكل وان شاء الله الشكل هيبان اكتر في المباراه اللي جايه. هنقل لحضرتك رساله من بعض الجماهير بتبقى غاضبه احيانا مش لنقص في الصفوف، احنا بعد قليل هنروح نتابع كمان اراء الجماهير في انتقال النجوم الجدد، وعلى وجه التحديد صفقه كبيره طبعا هي الصفقه اللي كان الجماهير بتطالب بوجودها في النادي الاهلي في الفتره دي، وهي اكبر صفقات على الاطلاق انتقال النجم حسين الشحات للنادي الاهلي. لكن قبل ما نسمع راي الجماهير، في ناس بتقول انه مهما كان عدد النجوم في اي فريق انه العبره بالعطاء، يعني مهما كانت الاسماء ومهما كان حجم المواهب، واحنا الاكثر في عدد اللاعبين الموهوبين حاليا في الدوري المصري في فريق واحد، لكن الناس بتطالب اللاعبين ببذل جهد مضاعف وانهم يبقوا فايترز في الملعب، يبقى في روح قتاليه حقيقيه، والا مش هنستفيد بهذا الكم من النجوم. لان الكره مش اسماء ومش افراد، اي فرقه كره تيم ورك، لعب جماعي، الناس اللي موجوده في النادي الاهلي كلها حاسه بقيمه النادي الاهلي، فمش موضوع اسماء، كل واحد عارف مطالب منه ايه، شايف الصفقه جايه في الوقت دوت النادي محتاجها، الصفقه دي النادي الاهلي محتاجها، النادي الاهلي بيتكلم على ناس بقاله فتره وكان بيجهزها ان هو يجيبها، والحمد لله توفق جدا جدا في اختيارهم وانضمامهم للنادي، فدي مش من فراغ. ان اللي بيلقي الضوء او بيطفي كل الجهد ده هو اللاعب، وترجمته للكلام ده تمويل وصفقات وجهد من مجلس اداره ولجنه التعاقدات، كره دلوقتي شغل جهاز فني، النهايه اللي بيترجم ده لنجاح او فشل هو اللاعب. اوضحها لحضرتك بلغه الكوره، يعني الكوره دلوقتي في ملعب اللعيب، اداره عملت دورها على اكمل وجه، جهاز فني مسؤول عن الكوره، دلوقتي المربع في اللعيب بس، في هو اللي ينزل يبدا في الملعب يؤدي، الناس كلها عارفه قيمه وحجم النادي الاهلي، الناس دي جايه عشان خاطر تصنع مجد، تضيف النادي الاهلي كبير ببطولاته، عايزه تضيف بطولات للنادي الاهلي ويكون شرف ليهم ان هم يكونوا مشاركين فيه، فهم مش جايين ان هم فرحانين هيجي يلبسوا فنيه النادي الاهلي. شوف النهارده حسين الشحات بحييه جدا جدا، بيتصور مع بطولات الاهلي ان شاء الله ايجابيه وبتفاؤل كبير، حاجه مبشره بيطمن جماهير النادي الاهلي، بيقول لك انا بتصور جنب البطولات والكاسات دي، هو سعيد جدا ومنبهر بيها، ان شاء الله يزودها تضيف للنادي الاهلي وتضيف ليه هو وفي السي في بتاعه ان هو جه النادي الاهلي حقق بطولات. حسين الشحات، ياسر، حتى جيرالدو اللي هو الافريقي، رمضان، يعيد الامجاد اللي قبل كده، كل الناس اللي موجوده، محمود وحيد اللي هيجوا، في ان شاء الله صفقات جايه تانية، كل المتواجد هيصنع نجوميه ويصنع لنفسه ويصنع امجاد ويزود على يضيف اضافه لتاريخ النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي ومحسوبه ليه، مش جايين ان هم خلاص. جيرالدو كمان في حاله رضا عند الجماهير من الشكل مبدئيا اللي ظهر بيه، ومكسب. الناس مطمنه لامكاناته ومهاراته اللي شافوها في المباراه الاخيره، المباراه الوديه، ومكسب عنده سرعات ومهاري، وان شاء الله احنا طالبين من ربنا باذن الله التوفيق بتاع ربنا مع اللعيبه دي، وربنا يعمي عنهم الاصابات واللي بيجيلهم دي، ربنا يعمي عنهم، اي حد يبص لهم بنظره مش كويسه عشان ربنا يكرمهم ان شاء الله وما يسيبوش باي شر الفتره اللي جايه. نتمنى يعني يكونوا موفقين باذن الله، وانه يترجموا هذا الجهد المبذول سواء من الاداره في النادي الاهلي او الجهاز الفني الى نجاح حقيقي في الملعب، يترجم الى ارقام وعدد اكبر من مباريات باداء مرضي ومقنع وعلى قدر وقيمه النادي الاهلي، ويترجم الى فوز بالنقاط او بالبطولات اللي جايه ان شاء الله. خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذه الاراء، اراء بعض الجماهير في انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي. لا والله احسن صفقه اتعملت الموسم دوت، والله هيظبط الفرقه كتير قوي، احنا عندنا مشكله في المكان اللي هو بيلعب فيه، ويا ربنا يسهل ويعوض مكان عبد الله السعيد والمنطقه ديت. يعني صفقه كبيره طبعا كلنا كنا مستنيينها، وهو حقق حلمه وحقق حلمنا كمان، واكيد يعني دخل قلوبنا من قبل ما يلعب، فدي كفايه، وكفايه ان كابتن محمد ابو تريكه التهنيه بتاعته دي حاجه كبيره عندنا، فاكيد هيبقى عند قد الثقه وعند المسؤوليه ان شاء الله. الفتره الجايه انا متفائل خير بسبب صفقات زي دي، بداوا ان هم يحسوا بينا فعلا، ان احنا عايزين نشوف بقى البعيد عن الدوري، انا ما فرقش معايا الدوري على قد ما احنا طول السنين دي كلها بناخدها، لكن بطوله افريقيا دي سنتين ورا بعض نهائي كتير، السنه دي ما فيش فرصه ست شهور بس، فاحنا محتاجين ضروري قوي اللعيبه دي تدينا التوقعات اللي احنا متوقعينها. حسين بره كان كويس من قبل ما يطلع بره واحنا عايزينه اصلا،
وهو كمان كان عايز ده، بس للاسف طبعا الماده برده كان ليها دور. دلوقتي الماده برده لعبت دور وجبناه برقم كبير جدا، ولكن ان شاء الله تكون صفقه مميزه جدا زي ما شفنا قبل كده زمان صفقه زي بتريكه او بركات جت غيرت الفريق لسنين طويله. اتمنى ان الجيل ده ان شاء الله يصنع بطولات كويسه قوي يقدر يحصل عليها باذن الله. هو لاعب محتاجه الاهلي حاليا صراحه، يعني هو لاعب سريع وحريف، هو اللي محتاجه الاهلي حاليا يعني، والاهلي محتاج برضه صانع لعب ومساك، ده اللي شايفه انا. هي صفقه كويسه جدا، وقبل ما يكون هو لاعب كوره هو لاعب عقليه مشجع، وده هيفرق بالروح والاداء في الملعب. واحنا كجمهور النادي الاهلي مستنيين منه كتير، واللي يحب الاهلي نحبه. لعيب بيطور من نفسه على طول، وهو حقق حلمه الطفوله ان هو يلعب في الاهلي. اعتقد كده ان هو كان من زمان هو نفسه يلعب في الاهلي، وده في حد ذاته نجاح ان هو يحقق حلمه. مش شرط ان هو لازم يسافر بره اوروبا يلعب في اي دوري، هو المهم ان هو بس يلعب في الفريق ان هو بيحبه، ان هو يعرف يضيف ليه كتير. والله انا شايف ان هي نقله ايجابيه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في مستوى افضل الايام اللي جايه باذن الله. طبعا ده شيء جميل جدا عشان هينفع الاهلي وهيقدمه بدل الفتره اللي وقع فيها اللي فاتت، وباذن الله هيخلي الاهلي احسن يعني. طبعا هي بالنسبه لحسين الشحات صفقه محتاجه الاهلي في الايام دي بعد الكبوه اللي احنا فيها، وان شاء الله هيفيد الاهلي، هيفيده كتير. كابتن سيدي جمال، لفت نظرك في حديث الجماهير واحد من المشجعين اللي قال اللي يحب الاهلي نحبه، ان هو بيرحب بحسين الشحات عشان انتقل له الشعور اللي عند اللاعب ده بالانتماء للنادي ده وحب النادي ده. اكيد اكيد انا وحضرتك التقرير شغال يعني، قلت لك دي الملخص كلمه جميله جدا، عشان هو بيحب الاهلي احنا نحبه. زي برضو اكتر من واحد علق على الحوار بتاعه، هو كان منزل تويته كده، النادي الاهلي حبه وعشقه جماهير قبل ما هو يجي، لانه شايفين انتمائه قبل ما يلبس شيرت النادي الاهلي، ما بالك بقى لما يجي يلعب. وانا شفت يعني حاجات بصراحه مبشره منه هو تجاه النادي الاهلي، والجمهور اتكلم كمان نفس الكلام اللي اثير في الاعلام الفتره اللي فاتت. الناس اللي قالت كنا نتمنى انه ينضم في فتره سابقه وقبل ما ينتقل للامارات بسعر او قيمه ماليه اقل، اكيد الكل كان بيتمنى ده. أكيد اداره النادي الاهلي نفسها كانت تتمنى تحقق الصفقه بقيمه اقل وبانفاق اقل، ولكن زي ما يعني قول مأثور عند الاجانب بيقولوا باتر ليت ذان نيفر، يعني لو احنا ما تعاقدناش في وقت سابق وده ما تيسرش وراح اللاعب ونجح جدا في الامارات بقى مطلب جماهيري، اصبح مطلب جماهيري مره ثانيه، وزاد كمان التركيز عليه كلاعب اضافه كبيره حتى لو صفقه قيمتها اكبر. الحته دي اللي عايزين نوصلها للجمهور، لازم نفصل. احنا ممكن لعيب ما نجيبوش دلوقتي، ممكن نجيبه بعد كده، بس احنا جايبينه منين؟ وجايبينه بعد ما بقى ايه؟ بقى خامه عاليه جدا جدا، زي ما بيقولوا ايه بلغه الكوره استوى، خد خبرات كبيره، لعب في اسيا، لعب في كاس عالم الانديه، يعني الحاجات دي كلها هتتنقل منه للنادي الاهلي لما يكون متواجد. ممكن يجي قبل كده، ممكن مثلا ما كانش معاه المؤهلات دي، مؤهلات ايه اللي هي الاحتكاك، الخبرات اللي اكتسبها، فالحاجات دي كلها هتتنقل منه لفرقه النادي الاهلي، هيبقى اضافه للنادي. لانه في مزيج النهارده في اللاعبين اللي بينضموا للنادي الاهلي الصفقات الجديده ما بين اللاعبين السوبر اصحاب الخبرات الكبيره، اللي هو نجم جاي يلعب المباراه بعد وصوله بيوم، ولاعب اخر صاعد عنده قدرات هنستفيد بيها على مدار سنوات. احنا دلوقتي في الاحتراف، احتراف ممكن واحد يجي بكره تلعبه. الاول كان واحد ينضم للنادي ممكن يقعد فتره كبيره على ما يتاقلم ويخش، لا ده ممكن يجي البطاقه الدوليه تطلع يلعب بعديها بثلاث اربع ساعات، يعني ينزل من الطياره على الاتحاد يوقع ويلعب، لان هو اللعيب مش ناقصه حاجه زي ما قلت لحضرتك بلغه الكوره استوى. الراجل فيه استحقاقات عنده في اسيا، سواء مع العين او سواء بطولات، ومثلا ضم للمنتخب، لما بيجي هنا بيشتغل معاك في الملعب مش ناقصه حاجه، عنده كل المؤهلات اللي تؤهله ان هو ينزل يأدي في اي مركز. وبعدين برضو في حته كويسه الحمد لله في صالحه، ان هو بيلعب في اكتر من مكان، يعني ما بيلعبش في حته معينه في الملعب، لا ممكن الثلاثه اللي تحت رفيده بيلعب في اي مكان فيهم، والحمد لله بيسجل. يعني ربنا يوفقه ان شاء الله يكون الفتره الجايه باذن الله باذن الله ويقدم الكثير للنادي الاهلي. كيف سنتعامل مع بطوله افريقيا هذا الموسم؟ حضرتك سمعت بعض الاراء في التقرير اللي تابعناه منذ قليل بيقولوا مش معقول يا جماعه، احنا ما تعودناش النادي الاهلي يوصل فاينل ويخسر في النادي الاهلي بطولتين متتاليتين، الجمهور لن يقبل اي اعذار ولن يقبل بديل عن الفوز ان شاء الله بهذه البطوله. هل ده التركيز الاكبر عليه في الفتره الجايه فنيا وجماهيريا واعلاميا ومن اللاعبين؟ هو اكيد اكيد البطوله دي غاليه جدا لجماهير النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي والاجهزه الفنيه، لان انت عارف دوري الابطال غير الدوري المصري، ده بيؤهلك
ان انت تكون بطل وتخش كاس العالم للانديه، بتديك نقله كبيره جدا جدا للفريق وللنادي وتحطك على العالميه. انت كنت بتقارن بالاعلى مباريات وبطولات مع ريال مدريد او مثلا مع الانديه العالميه عشان اللي انت البطولات اللي انت بتحققها. فبطوله افريقيا دي في المقام الاول حتى تحت اعين جماهير النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي بدليل الصفقات. الصفقات دي كلها على فكره مش للدوري المصري بس، ده للبطولات الافريقيه واي استحقاقات او مشاركات خارجيه. فالبطوله غاليه وعزيزه جدا على النادي الاهلي. هي البدايه زي ما حضرتك عارف المباراه الاولانيه مع فيتا كلوب، احنا المباراه دي بتفرق معاك جامد جدا، تخش انطلاقه قويه، فريق برضو مش قليل، فريق قوي. النادي الاهلي الجماهير بيبقى عندها طموح وعايزه بطولات كتير، بس برضو في حاجات بتبقى على الارض الواقع، ان انت هتلاعب مين، مطلوب منك ايه المرحله دي، يعني خدها مرحله مرحله. احنا نفسنا ناخد كل البطولات بس البطوله قويه. واحنا التحدي الافريقي اللي قدامنا دلوقتي هو تخطي دوري المجموعات دي المرحله الحاليه. تخطي دوري معاك فرقه برضو قويه زي فيتا كلوب، عندها باع طويل برضو في البطولات الافريقيه، قبل كده طلعت الزمالك من 4 سنين، لسه مطلعها النادي المصري. طبعا هتلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق كبير اكيد هيبقى جاي مرعوب منك في برج العرب. الاهلي داخل على المباراة بإذن الله بالصفقات اللي موجودة اللي هيلعبوا الناس الجديدة يعني والناس اللي متواجدة ولعبت قبل كده. المباراة الأولانية بتفرق معاك، بتديك انطلاقة، بتديك باور ان انت اول 3 نقاط المباراة الأولانية بإذن الله تجيب المباراة الثانية تخطي دور المجموعات، بتبقى قربت ان انت على البطولة. كل مرحلة ليها التوقيت بتاعها، ليها التكتيك بتاعها، وليها الفنيات بتاعتها، وليها التجهيزات بتاعتها، وليها لعيبتها. ان ممكن لعيبه انت زي اجاييه باذن الله ان شاء الله باذن الله يعود بالسلامه، هيفرق معاك في البطوله الافريقيه، عنده خبرات كبيره. هو قضيه دلوقتي توقيت تسجيله ومشاركته. اجاييه جاهز دلوقتي بيتمرن مع الفريق، واكد الجهاز الطبي والجهاز الفني انه بيتمرن بقوه، وبنشوفه في التقارير المصوره كلها باذن الله. يعني قصدي المباريات اللي جايه او المراحل اللي جايه ليها لعيبه معينه هتخش باذن الله وهتصنع الفرق مع النادي الاهلي. بس انا بقول الجماهير برضو، انا التقرير كويس، الجماهير عندها حلم وعندها حلم مشروع وده املهم وعشمهم في النادي الاهلي على مر العصور. بس كل وقت ليه اذان. الناس دلوقتي انت في انديه كتير قصادك معاه فلوس، بتجيب لعيبه كتير، بتجيب لعيبه مميزه، زي ما انت بتجيب صفقه بمليون في غيرك بيجيب ب 100 مليون. الامكانيات الماديه هي اللي طاغيه على الصفقات. فهتلاقي المنافس شرس لما تلعب حد من الجزائر، من المغرب، من تونس، بعد كده لما تصعد على النهائيات هتلاقي جايب لعيبه على مستوى عالي ولعيبه غاليه جدا. فانت البطوله مش سهله. بس احنا طبعا بتذكر طبعا ان الانتقال لكاس العالم للانديه والمشاركه فيها والتالق بينقلنا لمستوى ثاني خالص، هو اللي معروف عنه ويليق بالنادي الاهلي. انا اتذكر، يعني مش متذكر الاسم، واحد من اشهر المعلقين سواء كان المعلق رياضي الشوالي او دراجي كان بيقول وقت التاهل للسيمي فاينال في كاس العالم للانديه لم يعد من المعقول ان نقول ان النادي الاهلي فريق كبير فقط، اصبح فريق اسطوري وهو بيتاهل للمره الثانيه للبيج فور او للاربعه الكبار او للسيمي فاينال وقبل نهائي كاس العالم للانديه. اكيد لما رحنا كاس العالم للانديه لعبنا مع بعد الفوز والتاهل للسيمي فاينال بتلعب مع فرق عالميه وفرق اوروبيه. انت مش هتوصل للفرقه دي الا لما تعدي الادوار دي وتاخد البطوله دي وتوصل للعالميه تلعب كاس العالم للانديه. بتنقل لك نقله كبيره، نقله في كل حاجه. النادي الاهلي كل مدى الحمد لله بيزيد بريق للكرة العالمية. الناس دلوقتي في كل أوروبا عارفين مين النادي الأهلي. وأسعدنا كلنا ظهور نادي العين بهذا الشكل طبعاً، وتألقه طبعاً، وتأهله للنهائي ومنافسته على اللقب. نوصل للنهائي عندي حاجة تسعدنا طبعا كفريق عربي وبطل عربي. شرفنا بنادي العين ممثل دولة الإمارات وكل العرب كانت مبهوره بيه. فبالك النادي الاهلي بقى اللي كان بيوصل وعمل ثالث وكسب فرق كبيره وبيوصل لاعلى المناصب. فان شاء الله احنا بنتمنى من الله الظروف تساعدنا زي ما ساعدتنا قبل كده، ان احنا برضه نشتغل في مناخ كويس ويجي لنا صفقات كويسه والفريق يبقى في احسن شكل واحسن حاله ليه عشان لما يخش في اي بطولات يحسمها لصالحه. بس انا بقول الفتره دي، انا مش بقول كده ان يقول مثلا انا عشان الناس بهدي، لا، الناس اصلا عارفه قيمه وحجم النادي الاهلي، بس الصبر يعني ايه لحد ما نوصل للهدف اللي احنا مرجو منه للجماهير. البطولات
دلوقتي غير زمان. انا بقول لك في منافسه شرسه النهارده تلاقي لك فرقه. لا احنا مهما قلنا حضرتك تعلم يعني كابتن صديق الجمهور لن يرضى مهما كان حجم التعاقدات مرضي ومقنع وكل حاجه. الجمهور دايما العبره بالنتائج وهو مش أكيد. هيقول انه سعيد بالنادي الاهلي وهو ده اللي عارفه عن الشكل المقبول للنادي الاهلي اللي بيحبه جمهوره غير مع الفوز بكل مباراه. اكيد اكيد. والاهلي مستني نتائج والاهلي جدير ان هو يسعدهم جدير يفرحهم زي ما نفرحهم على طول. بس انا بدي حته ملحوظه بسيطه ليه للتذكره بس. الوقت ده انا بقول لحضرتك ما تطلعش بره مصر خليك في مصر. يطلع لك نادي ما كانش مثلا متواجد قبل كده وجايب لك صفقات قد كده بيفاجئك بيجيب لك واحد اثنين ثلاثة ليه؟ في امكانيات ماديه كبيره جدا جدا. النادي الاهلي بنتمنى ان الظروف الماديه تخدمه الفتره اللي جايه. النادي الاهلي زي ما مطالب ببطولات ما بيطالب برضو بموارد. يعني النادي الاهلي ما يكون انت عايز تجيب لعيبه غاليه عشان يجيبوا بطولات كبيره جدا وفي منافسات شرسه، فلازم يكون في دعم، دعم من محب النادي الاهلي، من الناس اللي في النادي الاهلي، من الناس اللي الاستثمار، الحاجات دي كلها مش هتيجي من فراغ، النتائج بتفرق معاك والبطولات بتفرق معاك، بس برضو عايزين كل الناس تتكاتف. الهدف اللي حضرتك بتطالب بيه الهدف المرجو منهم النتائج والظهور طبعًا. والتألق دوليا كاس يعني كاس افريقيا او بطوله افريقيا وبعدها ان شاء الله التأهل والمشاركه بقوه والنتائج الجيده في كاس العالم للانديه بتحقق عوائد تسويقيه وماليه طبعًا. وفي الرعايه بتعلى. وفي الاهتمام الاعلامي والدعم المالي كل اللي حضرتك بتعليك والاستثمارات بتزيد بتجيب دعم الاستثمارات بتزيد انت بتعمل سبونسر. انا بعمل سبونسر للنادي الاهلي. كابتن الخطيب بيعمل سبونسر للنادي الاهلي. لو مش النادي الاهلي حجمه كبير وقيمه وقامه مش هيجيب له سبونسر كويس. كل بقى الاهلي بيعلى اكتر هيجي له سبونسر اكتر من كده. فالحاجات دي كلها العروض التسويقيه والعروض الرعايه بتزيد فلازم احنا لا وفي عقد مميز جدا ضخم موقع طبعا تتحسب للناس اللي موجوده دلوقتي. وان شاء الله الاهلي هيحقق اعلى من كده مع البطولات. بس احنا يبقى في تكاتف وفي مسانده من كل الاطراف لان النادي الاهلي الوقت الحالي ما كانتش موجوده قبل كده. كانت موجوده بنسبه 50% مثلا دلوقتي بنسبه 100%. طلع لك ناس من هنا وناس من هنا في الاعلام او طلع لك ناس مثلا عايزين يشككوا في صفقات. الناس بتتكلم على النادي الاهلي مش عايزين المسيره تمشي يا بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يسجل اي حاجه. احنا تعودنا ان النتائج اللي بتغير كل ده اكيد هي اللي بترد على اي محاولات للنقد او الهجوم. الشغل والخطوات الصحيحه ومردودها في الملعب والنتائج على مستوى كل حاجه الرياضات كلها في النادي الاهلي بس كره القدم هي اللي بترد على كل الانتقادات. فضلت حضرتك اللي معاك في الاول. انا بقول لك الاهلي بيرد بالملعب بيرد بالبطولات بيرد بالشغل على الارض. ما بيلتفتش لاي حاجه تشغله على الجو اللي هو شغال فيه المحيط بيه عشان لو اتشغل باي حد تاني مش هيركز. النهارده الدنيا مقلوبه ونازلين طالعين بيخبطوا في بعض. الاهلي عمل الصفقتين والحمد لله توفقنا فيهم. والجميل انه امبارح مع الاعلان رسميا عن انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي ان النادي الاهلي بياكد للراي العام والجمهور ان الصفقات والتعاقدات مستمره واننا مع كل انجاز لصفقه مهمه حريصين على دعم الفريق بعناصر مميزه اكثر أكيد. وان احنا بنحاول نستفيد باكبر قدر ممكن بفتره الانتقالات الشتويه اكيد. انا طبعا ببارك لكل المسؤولين في النادي الاهلي وكل المسؤولين عن التعاقدات بالصفقات الكويسه دي كلها وان شاء الله مزيد من التقدم ويجي لنا صفقات تاني. وانا متاكد اي حد النادي الاهلي عايزه النادي الاهلي مش هيبخل ان هو يجيبه طالما في المواصفات اللي هي لعيب النادي الاهلي يكون متواجد فيها ويحمل تيشيرت النادي الاهلي. ان شاء الله الامور تكون افضل. واعتقد ان حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول ان دلوقتي مجموعه النجوم الموجودين الجدد واصحاب الخبرات وصغار السن والاكبر سنا في الفريق هذا المزيج الموجود في النادي الاهلي اعتقد انه اقوى مجموعه او اقوى تشكيل لمجموعه لاعبين في الدوري المصري حاليا. بس نستفيد بيها بالشكل الافضل تدار فنيا بافضل شكل والروح اللي موجوده بقى عند اللاعبين نفسهم في الفتره دي تقدر تعوض اي قصور حصل في الفتره اللي فاتت ان شاء الله. ده اللي حضرتك قلت ان الكوره في ملعب اللاعب نفسه طبعا لان الناس كلها عملت كل اللي طلب من الناس اللي موجوده اتجاه الفريق اتعمل وبرده في ان شاء الله يحققوا غير كده كمان. فان شاء الله اللعيبه واللعيبه دي كلها عندها امكانيات عاليه. اوعى تفكر اي حد في النادي الاهلي قليل. كل اللعيبه اللي موجوده المصاب والسليم وكل موجودين كفاءه ويشيلوا النادي الاهلي كل واحد بفرقه. بس توفيق ربنا والفتره الجايه اجتهاد اكتر والروح تزيد اكتر بتاعت النادي الاهلي اللي هم عودونا عليها عشان الاهلي يرجع للشكل الطبيعي بتاعه باذن الله. بنسعد بوجودك معنا دايما على شاشه قناه الاهلي. لاعب النادي الاهلي سابقا وعضو الاداره الفنيه لاختيار المواهب في النادي الاهلي كابتن صديق الجمال شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك كابتن محمد وانا سعيد جدا كنت موجود مع حضرتك. واسعدتنا بوجودك معنا كابتن صديق. الله يخليك. ان شاء الله الامور تكون افضل. بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذا الحوار وننتقل بعد الفاصل. ابقوا معنا وتابعونا فقراتنا مستمره. الطب النفسي وعلاقته بالرياضه وكره القدم وهل مطلوب ان يدخل بقوه هذا المجال العلمي او هذا التخصص الى الملاعب.
هذه القضية أثارت جدل واسع جدا ما بين مؤيد ومعارض. في ناس بتقول لأسباب علمية وأكاديمية أنها ضرورية جدا، في ناس بتقول أن دي مبالغات وليست مطلوبة وأن الأمور أبسط من كده في المنافسات الرياضية وفي منافسات كرة القدم. ما بين هذا الرأي وذاك يدار الحوار القادم، والحوار القادم بعد الفقرة مع زميلي العزيز أمير هشام. فاصل ونعود. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. فقرات الأهلي الليلة لسه مستمرة دلوقتي طبعا في هذه اللحظات بعد الفقرة الأولى بالتحديد مع زميلي العزيز أستاذ محمد الجندي، مستضاف فيها كابتن صديق الجمال طبعا عضو اللجنة الفنية واختيار المواهب بالنادي الأهلي. فقرة لا تقل أهمية عن الفقرة الأولى، وفقرة أكيد مهمة جدا من خلال دكتور محمد فكري، منورنا ومشرفنا في الاستوديو، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس والطبيب النفسي الخاص بفريق النادي الأهلي في الجهاز الفني الأسبق لمستر مانويل جوزي المدير الفني السابق. دكتور محمد منورنا ومشرفنا. مسيا فندم، شكرا، وكل سنة ومصر طيبين، وبنهني النادي الأهلي بالصفقات الجديدة وإن شاء الله تكون وش السعادة عليه بإذن الله. إن شاء الله طبعا الشغل الشاغل طبعا الفترة دي كلها بالنسبة للصفقات، وأكيد كلها تكون إضافة إن شاء الله قوية بالنسبة لفريق النادي الأهلي. الأهم من الصفقات النادي الأهلي يعود للانتصارات بأي طريقة من الطرق، ده إن شاء الله الشيء اللي ليه أولوية كبيرة جدا عند جمهور النادي الأهلي، وده هيكون من خلال تدعيمات ومن خلال تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين اوريدي متواجدين في النادي الأهلي. إن شاء الله كل الامور تكون مهيئه خلال المرحله المقبله. بمناسبه الصفقات، طيب عشان نبتدي كده، شايف ان الصفقات الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي هتضيف للفريق ان شاء الله خلال الفتره الجايه؟ جدا طبعا. تمام، هتفرق جامد جدا طبعا. انا ما اقدرش اتكلم من الحته الفنيه طبعا، ليه في ناس باع في القناه وفي النادي يتكلموا في القصه دي، لما كمحب للنادي الاهلي طبعا لعيبه هتفرق جامد جدا، لان لعيبه تمتاز بالمهاره العاليه وبالسرعه وهيفرقوا. يعني حسين الشحات ده بيفرق جامد جدا في نقل الكوره، رمضان شفناه في الفتره لعبها في ماتش بيراميدز فرق جامد جدا جدا، مع رجوع بعض المصابين زي اجاي وصالح جمعه، هتلاقي الفريق اختلف تماما تماما يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله كل يعني انا براهن كتير قوي الناس اللي هم الدوري. يعني طبعا من خلال تقرير واضح جدا مدى اهميه الطب النفسي وعلاقته بالرياضه والرياضيين. من وجهه نظرك يا دكتور، اهميه الطب النفسي وعلاقته بالرياضيين بشكل عام، بلعبي كره القدم، الالعاب الفرديه، الالعاب الجماعيه، مختلف الالعاب يعني. اولا يعني في الاول انا عاوز احيي اللي عامل التقرير دوت، عامل تقرير رائع. طيب في البدايه كده خلينا نشوف يعني الرياضي ده بيتكون ازاي، او الدنيا الحكايه ان اي رياضي ربنا خلقه بموهبه موجوده عنده، مش طبعا. اي واحد فينا مثلا يلعب كوره، كلنا لعبنا كوره، بس مين اللي وصل وبقى بيلعب منتخبات او بيلعب في انديه؟ ناس قليله اللي عندها موهبه. طيب بعد الموهبه، الموهوب دوت بيتمرن، التمرين دوت مع المدرب المهارات بتاعته بتتحسن، طبعا. يبقى في عندنا مهاره وعندنا موهبه هو بيتولد فيها. عندنا بعد كده هو الاعداد البدني، انت النهارده لو زي اي احسن لعيب لو مثلا زايد وزنه او مش فت بطريقه بدنيه عمره ما هيأدي في الملعب طبعا كده، وبالتالي بعض اللعيبه مع السن بتقل القدرات البدنيه بتاعهم. الجزء الشق الرابع هو الشق النفسي، والشق النفسي ده لينا كلنا، لان الحياه بتاعتنا متغيره. انت النهارده اللعيب دوت بيجي له فتره مثلا عنده تجديد، بيجي له فتره عنده مشكله في البيت، بيجي له فتره الكره مش مطوعاه والجماهير بتضغط عليه، عنده حصل مشكله او خلاف بينه وما بين المدرب، ياما مواقف كثيره جدا جدا واللعيبه ما بتبقاش عارفه تتصرف فيها طبعا. وهنا هو بيؤدي الى ضغط على اللعيب، وبالتالي بينزل يؤدي دماغه ما بتبقاش جوه الملعب. النهارده حضرتك وانت قاعد قصادي كده، تمام، لو انت حضرتك قصادي وانت بتتكلم ابتديت تفكر في حاجه بره او حاجه شغلك بره، هتلاقي نفسك أدائك مش هتبقى مركز طبعاً. معاك. طيب حضرتك لعيب الكوره التركيز بتاعه في اقل من ثانيه ياخد القرار، قراره بيبقى سريع، بيبقى سريع، والقرار دوت ممكن يفرق، يعني مجرد انه اطلع يمين على شمال احطها يمين كده، ده لو حتى تردد خلصت. القرار الكره بتضيع مثلا لو بتتابع كره القدم تحديدا يعني. خلصت تمام. يبقى هنا هوت ممكن في لحظه
تركيز تركيز مثلا مدافع او جون فقد التركيز في لحظه معينه يتسبب في جون والجون دوت ينتهي بالماتش. تلاقي مثلا فريق ضعيف بيلعب فريق قوي فالكره هجمه ضله جت جون والفريق دفع بيها وخسر الماتش. يبقى بالتالي التركيز يبقى عالي جدا جدا والضغوطات النفسيه دي لما بتتشال بيقدر اللعيب يلعب وتبقى الدنيا فرقت معاه. تمام. طب بماذا تفسر عدم يعني استدعاء اطباء نفسيين سواء في الانديه المصريه بشكل عام والمنتخبات الوطنيه بشكل خاص كمان؟ لان اكيد المنتخبات الوطنيه بيبقى عندهم دور وطني مهم جدا، فبالتالي انت لازم تهيئ اللعيب بتاعك بالشكل النفسي المطلوب وبالكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه والضغوط وكلام من ده. ليه الفتره اللي فاتت مفيش يعني لجوء للطب النفسي؟ ولا هيبقى فيه ليه بقى؟ هقول لحضرتك يعني عشان اتكلم في القصه دي هتكلم في تجربتي مع النادي الاهلي ومستر مانو كده كده هنستفيد فيها كتير وهناخد منك حكاوي كتير كمان عشان عامل حسابك. القصه بمنتهى البساطه ان اللعيبه عندها اعتقاد خاطئ ان اعداد نفسي معناها وهتجيب طبيب نفسي. انا اسف في اللفظ يعني انا مجنون. وهي دي الفكره. يعني انا كان عندي تجربه في النادي الاهلي وكان تجربه في المنتخب بالكره النسائيه تمام. مع الدكتوره سحر تمام. فده الفكر اللي بيبقى عند اللعيبه. يعني الموضوع متعلق بثقافه اللعيبه تمام. هو ده لما بتكسر الفكره دي. يعني انا بعد فتره لما اللعيبه بتبتدي تعرف ان القصه او الشغل اللي انا بعمله مختلف تماما عن قصه اسف في اللفظ انا مجنون وان هو مريض نفسي او حاجه زي كده اهوت، ان هو بتختلف الايه؟ بتختلف الفكره. ويمكن انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا لما رحت النادي الاهلي الكلام ده من مستر مانويل نفسه تمام. انا بعد ما رحت اللعيبه راحت للمستر مانويل احنا مش عاوزين فعلا. تمام. هو قال لهم هو موجود يعني موجود تمام، وانتوا بعد كده اهوت هتعرفوا امتى اهميته تمام. احنا بعد ما فيش 4-5 ماتشات الامور اتحسنت والامور بقت احسن جدا جدا. وهو حتى يا دايما يقول لي انت يو هاف ا فانتاستيك بيرسوناليتي، عندك شخصيه متميزه بحيث انك انت بقيت اللعيبه كلها بقت اصحابك بعد كده. هي دي اللي تكسر اللعيبه لدرجه ان بعد فتره بقيت اللعيبه بقى هي اللي بتجي لي، هي اللي تيجي تطلبني تقعد معايا. هي دي الفكره، ازاي انك انت تكسر الحاجز. ولكن هي الفكره اقول لحضرتك حاجه، انا عاوزك تفتح كده اهوت بكره اي ماتش اقعد اسبوع كده اتفرج فيه على كل المحللين في الدوري تمام. اول حاجه هيقول لك ايه؟ والاعداد النفسي للعيبه بالظبط صح. كل واحد ما فيش مدرب، وكل كتير قوي من الساده المحللين مدربين. طيب مش كله، مش هم بيتكلموا بالكلام دوت؟ طب ليه حضرتك ما فيش ولا واحد فيكم استعاد او جاب اي حد؟ على فكره مش لازم محمد فكري، لا اي حد اي حد تمام. هل المدرب بنفسه قادر ان هو يعني يبقى طبيب نفسي بالنسبه للاعبين؟ في بعض المدربين عندهم الميزه دي، مش الكل طبعا. هل المدرب لوحده يقدر يؤدي الوظيفه دي؟ حتى لو هو بيقدر يؤدي بس مش هيقدر يؤديها في كل المناحل بتاعتها. يعني هي فيها شغل كتير قوي تمام. هو ممكن يكون عنده المقدره ان هو يديهم الحماس تمام، انما يخليهم ازاي يتغلبوا على الضغوط وعلى التوتر والحاجات دي، هو مش عارف ان هو يعمل الكلام ده تمام. ده له شغل، له شغل نفسي وله دراسات وحاجات زي كده اهو تمام. ولكن يعني خليني اقول لحضرتك حاجه، هي الفكره بتاعت العالم كله ماشي بفكره التخصص. يعني انت مثلا من زمان كان المدرب بيعمل كل حاجه صح. وبعدين لما جه مستر مانويل لو تفتكروا دخل فكر الاحمال بالظبط فعلا صح. قبل مستر مانويل عمر ما كان في حاجه اسمها احمال في الملاعب المصريه تمام. بعد كده اهوت تمام، لما مستر مانويل برضه في الاولاي الاخرانيه لما كنت موجود دخل قصه السكاوتنج اللي هو بيحلل اداء اللعيبه تمام. ما كانش موجود قبل كده تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ ما كان المدربين قبل كده كانوا بيعملوا الحاجات دي، بيقول لك احنا بنعمل الحاجات، ولكن ده مختلف. ده له دراسه وله اناليسز وله حاجات ثانيه، يشوف اللعيب دوت باصه كم مره دي كلها حاجات بقت مختلفه. التغذيه زمان المدربين ما كانش عمره ما كانش تقريبا معاه تغذيه تمام. دي بقى ده في النادي الاهلي برضو من الناس، اول نادي في مصر دخل فكره التغذيه تمام. يبقى انت النهارده لما بتمشي مظبوط العالم كلها بتدور على واحد يبقى متخصص تمام صح. فاهم القصه واشتغل انت في الحته الفنيه تمام. جيب اي حد يعرف يعد اللعيبه بتاعك ويخليهم لك فت في الملعب نفسيا. يعني حتى دلوقتي في اوروبا والفرق الكبيره في العالم كله المدير الفني بيبقى تخصصه بس، يعني حتى ما بينزلش ارض الملعب خلال التدريبات، بيبقى قاعد على الدكه كده بيتفرج وخلاص، لكن هو تخصصه بيبقى ان هو يحط التشكيل ويختار اللاعبين ويقدر ازاي يكوتش
المباراة من خلال المباراة بشكل عام يعني. فبالتالي ده مهم جدا موضوع التخصص. المدير الفني أو الفرق اللي هناك دي بتلاقي مثلا هو عنده مساعد للمدافعين بس، مساعد معرفش حراسة المرمى، بلجيكا في كأس العالم كان معهم تييري أونري كان مساعد للمهاجمين بس. يعني دلوقتي بقى هو ليه عمل كده؟ بيدور على المتخصص دوت بتاع المهاجمين، هيقول له اقف في الحته الفلانيه، الكره لما تجي لك بالطريقه دي العبها بوش الرجل، العبها لا تقف عليها، تستنى عليها، لا عشان دي حتته. ما فيش واحد طول ما احنا عندنا فكره انا افهم في كل حاجه هي دي اللي بتضيع كل حاجه. المشكله عندنا في مصر لا، كل حاجه في الدنيا ليها التخصص بتاعك. محدش قال محدش يعني الاعداد النفسي دوت مش هياخد من قيمه المدرب ابدا. بالعكس ده هيضيف للمدرب وهيساعده. طب ازاي نقدر نغير الثقافه اللي عند الشعب المصري بشكل عام؟ ان انا لما بروح لدكتور نفساني يبقى انا كده عندي مشكله ومجنون وكلام. ليه ازاي نقدر نغير الثقافه دي عشان الناس كلها بشكل عام، مش عايز اتكلم على الرياضيين بس، لو عندهم مشكله يلجأ لطبيب نفسي، الراجل بيبقى متخصص يقدر يخرجك من المشكله دي بطريقه او باخرى. بص اقول لحضرتك عشان اكون صادق معاك، ان النظره دي في العامه ابتدت تتغير. ابتدت تتغير ده نتيجه ان حصل ظهور كتير جدا مننا كاطباء نفسيين في البرامج، وابتدينا نوضح للناس وابتدينا نشيل وصمه الطبيب المرض النفسي عند المرضى، وظهر في برامج كتيره جدا، وكان ليها برنامج تبع وزاره الصحه قللت من الوصمه، وان المريض النفسي ده مريض عادي وممكن يكون زميل ليا في الشغل وممكن زميل لحضرتك، والراجل ده راجل بياخد دواء زي اي دواء ضغط او سكر، والراجل دواء طبيعي ومش المفروض ان هو ياخد وصمه. فده موجود في العام. طبعا كل ما كانت يعني مثلا بتتعامل مع الشباب الصغير اللي هو اكثر انفتاحيه على العالم الخارجي بيبقى متقبل جدا الفكره دي، وبيشوفها في كل الافلام وبيشوفها في كل البرامج بره، ان الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي في حياه البني ادم بتساعده كتير جدا في اي مواقف هو بيمر بيها او اي ضغوط نفسيه بيمر بيها. تمام. انما يعني يمكن بالنسبه للرياضيين يعني الحمد لله يمكن التجربه كانت بالنسبه لي ناجحه، بس هو مشكلتها انها كانت قصيره كانت فترة يعني انا اشتغلت سنة واحدة. تمام. يمكن لو كان يعني حصل بعدها وقف الدوري مستمر ومشي، وبعدين يعني زي ما انا تفضلت وقلت ان مش كل المدربين مقتنعين بالفكره. تمام. يمكن لو كانت التجربه دهيت استمرت مثلا 3 أو 4 سنين في وجود مستر مانويل، كنت هتلاقي زي مدرب الاحمال كده كل الانديه معاه حاجات زي كده. تمام. ويمكن يعني ايام منتخب مصر ومستر كوبر اعتقد كان معاهم مستر فايز، كان هو ما هوش متخصص يعني مش طبيب نفسي، بس هو انا كنت عارف ان هو بيعمل كان بيقوم بالدور دوت يعني. طيب ازاي قدرت تكسر الحاجز ما بينك وبين لاعبين النادي الاهلي؟ وحضرتك في البدايه قلت لي ان اللاعبين كانوا رافضين الفكره اصلا، وراحوا قالوا لمستر مانويل جوزيه، ومستر مانويل جوزيه طبعا احنا عارفين شخصيته اللي كانت قويه جدا، واصر على تواجد حضرتك في الجهاز الفني. الحاجز ده اتكسر ازاي ما بينك وبين لاعبين النادي الاهلي؟ كويس. الحاجز دوت بيتكسر اتعمل في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان انا طلبت من مستر مانويل ان هو يسمح لي ان انا يكون عندي المقدره ان انا اقعد مع اللعيبه في اي وقت وبراحتي بدون ما يبقى فيه يعني لازم استاذنه او يبقى عليا اي قيود في هذا الموضوع. وحقيقي مستر مانويل كان في القصه دي قال لي لا ده شغلك وانت اعمله بالطريقه اللي تريحك. تمام. فالنهارده لما اجي انا اقعد مثلا في وسط 15 او 20 لاعب احس ان يبقى هو مثلا متوتر او قلقان من الماتش او عنده اي فكره تجاه المدرب حتى او حاجه في بيته او الصحافه، مش قادر يتكلم قصاد الناس كلها. طبعا. تمام. لما ابتديت اتعامل معاه واحد لواحد بينا وما بين بعض، القعده دي سنه ابتدت تكسر الحواجز. تمام. وبعدين وانا قاعد معاه بحكم خبراتي وحكم شغلي، تمام، ويمكن انا في الفتره دي بالذات سبحان الله كان عندي احساس ان انا هشتغل في الاهلي. يعني انا فاكر ان انا قبلها كان ساعتها اول ما جه مستر مانويل انا قعدت معاه وقبل ما اشتغل خالص بحوالي شهرين. تمام. واديته من خلال اللي انا بشوفه في التلفزيون تقرير عن اللعيبه بمجرد ان انا متابعهم. متابعهم. وهو حتى طلع في البرنامج مع كابتن شوبير وقال لي هذا الكلام يعني. تمام. تقدروا ترجعوا له. فانا من كتر متابعتي ليهم في التلفزيون كنت عارف، لدرجه ان انا لما قلت له الكلام ده قال لي هو انت معانا في الفريق؟ قلت له لا، بس انا عندي المقدره ان انا القط من تصرفات اللعيبه. فانا لما قعدت مع اللعيبه لما بقعد بقى معاه يعني مان تو مان او بيني وما بينه كده اهوت، بيبقى عندي المقدره ان انا اقول له احاسيسه. فهو الراجل بيقول لي طب انت هو الراجل ده عارف منين؟ فنبتدي القصه بقى تفك سنه يبتدي يتكلم اكتر واكتر. بالزبط. نبتدي نشوف بقى الافكار الموجوده عنده ونبتدي نحللها ونبتدي نكسرها ونبتدي نقول له ازاي يتغلب عليها.
طيب هنتكلم بتفاصيل اكتر، لكن خلينا نقول خبر مهم وعاجل، وهو خاص بان الكاف يقرر تقديم اجتماع اللجنه التنفيذيه لبكره الصبح. الاجتماع ده اللي هيتم فيه تحديد البلد المستضيف لبطوله الامم الافريقيه 2019 هذا العام، تحديد في شهر 6. المتنافسين زي ما احنا عارفين مصر وجنوب افريقيا. بكره 10:30 الصبح هيتم الاعلان عن البلد المستضيف لهذه البطوله. من خلال المصادر والكلام الكتير اللي احنا يعني حاولنا نقرب منه ان مصر هي الاقرب، وشبه يعني بنسبه كبيره جدا مصر هي ان شاء الله اللي هتستضيف هذه البطوله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لبلدنا في تنظيم بطوله رائعه وناجحه زي طبعا بطوله 2006 بطوله الامم الافريقيه، كان منظر اكثر من رائع، وكمان بطوله 2009 بطوله كاس العالم للشباب كانت ايضا منظر اكثر من رائع. نتمنى كل التوفيق. طيب هل تنظيم البطولات ده من وجهه نظرك بالمناسبه ينعكس على تصرفات الناس وشخصيتهم وتواجد ثقافات مختلفه في الدوله او في البطوله بشكل عام، ده ممكن ياثر بتاثير ايجابي على الجماهير بشكل عام؟ طبعا انت النهارده اي واحد فينا بيتعامل مع ثقافات مختلفة عنده المقدران، وياخد طبعا الإيجابي والسلبي، إنما كلما كان يعني شعب متحضر أكتر هياخد حاجات الإيجابية. تمام، ودوت بتدي رؤية للمصريين بره، والناس تبتدي تشوف المصريين على حقيقتهم لما يقدروا ينظموا ويعملوا. يعني احنا شفنا يعني ازاي روسيا استفادت جامد جدا جدا طبعا. رؤية مختلفة تماما عن الروس والشعب الروسي للعالم كله. فدي يعني زي ما بنقوله دي حاجة جايلنا على طبق من فضة، وده محتاج برضو من يعني نطالب دكتور اشرف صبحي والناس الاتحاد الكوره والناس المنظمين اختيار الناس، ونبتدي زي يعني ايه نبتدي نعمل زي محاضرات وحاجات توعيه وندوات ازاي الناس تتعامل مع هذا الحدث، بحيث ان احنا نظهر في احسن صوره. يعني يا رب ان شاء الله مصر اكيد هتظهر في احسن صوره من خلال جماهيرها العظيمه، اكيد ان شاء الله اللي هتكون داعم رئيسي للبطوله بشكل عام وللمنتخب الوطني المصري بشكل خاص. اتكلمنا عن كيفيه كسر الحاجز النفسي مع اللاعبين. أكثر اللاعبين اللي خدت معاهم صعوبة في الجانب النفسي بالتحديد، وإن هو عبال ما خد عليك أو عبال ما إن هو استريح إن هو يتكلم معاك، سواء في أسرار شخصية، مشاكل تخصه، سواء فيما يخص المباريات، الهزائم، الإصابات، كل ما يتعلق باللعب. بص، هو يمكن يعني في الحتة بتاعت النفسية دي أهم حاجة فيها السرية. السرية طبعا. ويمكن حتى يعني مرة مع مستر مانو كنا بتكلم معاك أهو، قال لي أنت لو كنت طلعت كلمة بره تمام ما كنتش هتبقى في الفريق. تمام، لان هي الاساس بتاع القصه، ودوت احد الناس اللي بتبقى يعني بتخلي برضو اللعيبه حذر معاك ان هو يتكلم. يعني انا كنت مثلا اقول لحضرتك يعني مثلا انا ممكن كنت ابقى مثلا واحنا قاعدين على الدكه تمام بره والتمرين، فابقى قاعد بتكلم مع حد وبندي شويه نصايح وبنديله شويه حاجات كده تمام. فطبعا انت عارف الساده الزملاء الصحفيين بيبقوا واقفين بيتفرجوا علينا واحنا بنعمل التمرين، وشوفيني وانا قاعد بتكلم معاه في الغرفه وكده، فيقولوا لي انت كنت بتتكلم مع فلان فلان، اقول لهم كنت بتكلم معاه، طب انت كنت بتتكلم معاه في ايه؟ اقول لهم كنا عادي احنا مش اصدقاء كنا بنتكلم. عمري ما طلعت معلومه عن هذا اللعب. تمام، ولكن اللي انا اقدر اقوله لحضرتك بالنسبه للسؤال دوت ان طبعا كان في اختلاف جامد جدا جدا في الثقافات ما بين بعض اللعيبه. لعيبه كانت سهل جدا جدا انها تقبلت الفكره دي، وبسن بعد مثلا مرتين ثلاثه كان الموضوع اسهل جدا. تمام، ولعيبه ثانيه ما كانتش متقبله، ولكن على المدى المدى يعني مثلا بعد شهر او اتنين بقت الدنيا بقت سهله جدا جدا والناس كلها متقبله، كلهم بلا استثناء كانوا متقبلين الفكره. تمام، لان هم يعني يمكن لو هنتكلم بقى عن التجربه باستفاضه يعني تمام طبعا. انا يمكن لما رحت كان فارق احنا خدنا الدوري اللي هو كان زمالك لما رحنا مستر مانويل كان متقلب بتسعة نقاط تمام، واحنا خدنا الدوري في الاخر. تمام، وده برضه لمستر مانويل تصريح شهير جدا اول ما تولى المسؤوليه ساعتها، وقال احنا الدوري خلاص صعب احنا مش هناخد الدوري. هل ده كان جزء من العامل النفسي؟ هو يعني الفترة دي بالذات كان في دايما حوارات بيني جدا ومستر مانويل تمام على القصة دي، ويمكن هو حتى لو الناس تفتكر قال لهم انا ساكن في الدور السادس وكان بيلمح على 6-1 تمام. يعني احنا كنا بنحاول في كتير قوي من الاحاديث بتاعنا ان احنا نضغط الخصم تمام، وفي نفس الوقت نشيل الحمل على اللعيبة. تمام، الفكره بتاعت ان انا لما مستر مانويل بيقول انا مش جاي اخد الدوري، هو النهارده بيحط اللعيبه تحت ايه؟ خلاص انت ما بقتش مضغوط. تمام، بقيت بتلعب براحتك. يمكن البدايه بتاعت القصه لما رحت اشتغلت
انا كنت فاكر كان الاهلي كان عنده ماتش الجونه وماتش الجونه يعني الاهلي كان يعني لعيبه كانت متوتره قوي 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 يعني كان الاهلي تمام؟ في فتره صعبه قبليها فتره صعبه يا دوت كانت بعد الثوره على طول يعني تمام فاتكلمت مع مستر مانويل بعد الماتش فبيقول لي اللعيبه فكري كانوا متوترين جدا فبقول له ما هو في بعض التمارين اللي لازم تتعمل علشان يحصل لهم ريلاكسيشن ويوصلوا للهدوء يعني تمام فده انتهى الحوار بيني وما بين مستر مانور على كده هوت وبعدين لقيته بعدها ما فيش بساعتين اتناقش مع الجهاز الفني والمعاه والاداري وكده هوت وراح مكلمني وقال لي تعالى عاوزك تمام وهنا كانت بدايه القصه والشغل تمام وازاي ان احنا في الفتره دهيت كان الاساس بتاعها اللعيبه ازاي نديهم الثقه بتاعتهم نرجع لهم الثقه ودي من اهم الحاجات اللي اللعيبه محتاجاها دلوقتي تمام كل اللعيبه محتاجاها حاليا ازاي ترجع الثقه وعشان يعني انا مش هدي مثال لاي حد من الموجود دلوقتي ثقته ايه وعامله كده ولكن مثلا هدي حضرتك مثال لفلافيو تمام فلافيو قعد السيزون الاولاني خالص ما لعبش غير جون واحد السيزون الثاني اول ما مشيت معاه كان هداف الدوري هداف دوري وهداف افريقيا وهداف هداف كل كاس العالم تمام هداف كاس العالم يبقى اذا هي القصه تمام ازاي اللعيبه دي محتاجه انها تاخد الثقه تمام عشان لعيبه تاخد الثقه تمام لازم هي تبدا الثقه بتيجي سنه سنه تمام حضرتك لما تيجي مثلا في البرنامج عملت اول حلقه طلعت كويسه تلاقي ايه بعد كده الثقه ايه عالية جدا جدا يبقى الثقه دي شيء بيبنى وبيبنى بالتدريج مفيش لعيب الثقه بتاعته بتروح كده لا الثقه بايه كده وعشان كده هوت يبقى البدايه لازم تبقى ايه تبقى سنه سنه ما نركزش على فكره قدام احنا كل اللي هدفنا الماتش بتاع بكره الماتش بتاع بكره هينزلوا رجاله ينزلوا يلعبوا ما تفكروش في نتيجه اوعوا تفكروا في نتيجه لعيبه بتنزل الكره مش ماشيه ضاعت فرصه يبتدوا ايه يبتدوا يتوتروا ده هيحصل زي الماتشات اللي قبل كده هو تبتدي كل الافكار السلبيه تبقى جوه دماغه ويبتدي يبقى فيه تسرع والتسرع يبقى فيه اخطاء لا مش عاوزين كده خالص طيب هل كان ليك دور في تغيير قرارات بعض اللاعبين بالتحديد محمد بركات فتره من الفترات كده كنا سامعين ان هو هيعتزل وبعد كده تراجع عن الاعتزال قبل ما يعتزل اخيرا طبعا يعني هل كان لحضرتك دور كبير في تغيير قرار محمد بركات في الاعتزال الحمد لله يعني القصه دي تفاصيلها لقيت محمد بيكلمني وقال لي انا خلاص قررت اعتزل ده كان بالظبط قبل ما يعتزل بقد ايه مثلا يعني كان عنده كام سنه ساعتها لا يعني هو اللعب بعدها حوالي 3 سنين كمان يعني قعد فتره بعديها قال لي صور طبعا لحضرتك مع محمد بركات ومستر مانويل جوزيه اكيد بالظبط فهو كلمني وقال لي انا خلاص قررت اعتزل قلت له ماشي خلاص انت عاوز تعتزل انا مالي انا انت كده على طول انا برضو انا تدريجي فاهم يعني تمام قال لي ما انا عاوزك انت اللي تقول لمستر مانويل قلت له لا انت عاوز كده قلت له لا انت عاوزني اقول لمستر مانويل تعالى نقعد نتكلم تمام وبعدين قال لي لا انا ده قرار نهائي قلت له طب يا سيدي انا قلت لك اكبرتك القرار نهائي قال لي قلت له انا يا سيدي انا اكبرتك ما اكبرتكش تعالى بس نقعد ونتكلم فعلا اتقابلنا في احدى الكافيهات كده في المهندسين عندنا اتكلمت انا وهو قلت له يا محمد انت النهارده بتاخد القرار ده علشان انت متاثر نفسيا تمام وما ينفعش واحد متاثر نفسيا في اي وقت ياخد قرار قلت له بعد ما حالتك النفسيه ترجع طبيعيه تماما خد القرار اللي انت عاوزه انا ما عنديش مشاكل خالص طب هو كان متاثر ساعتها نفسيا من ايه؟ يعني كان الاهلي خسر مثلا بطوله او مباراه ولا كان ايه مشكلته؟ كانت الاحداث اللي حصلت بعد بورسعيد وحاجات زي كده بعد بورسعيد طبعا الاحداث الاليمه في الاحداث الاليمه ديت اللي حصلت تمام فبالتالي هو كان من ضمن الناس اللي متاثره جامد تمام بس فساعتها انا اتكلمت قلت له طيب قعدنا اتكلمنا معاه وبعدين بعد ما سبته تمام قلت له كلمت مستر مانويل وقلت له حكيت له قلت له الموضوع كذا 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 وقال لي انت رايك قلت له لا طبعا هو ما ينفعش انه ياخد قرار في هذا الموضوع تمام فتاني يوم هو جه كابتن بركات وعشان يقابل مستر مانويل نرجع نكمل قصه محمد بركات وهي قصه اكيد الجماهير كتير جدا عايزه تعرف ايه اللي حصل مع بركات عشان يتراجع عن الاعتزال لكن خلينا سريعا نروح نستضيف على الهاتف الاستاذ الكبير استاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي استاذ حسن مساء الفل على حضرتك مساء النور اهلا وسهلا ازي حضرتك عامل ايه كله تمام؟ الحمد لله
الحمد لله، اهلا بيك. الحمد لله. طبعا انا في ضيافتي دكتور محمد فكري، استاذ الطب النفسي والطبيب النفسي السابق في الجهاز السابق للنادي الاهلي بقياده مستر مانويل جوزيه، بنتكلم وعايزين ناخد راي حضرتك في جزئيه مهمه جدا، وهي اهميه ودور الطب النفسي بالنسبه للرياضه والرياضيين بشكل عام. اعتقد طبعا دي حاجه يعني اساسيه، سواء على مستوى اللعبات الجماعيه او الفرديه. معظم الابطال حتى في العالم، الابطال الكبار جدا، الابطال الالعاب الاولمبيه، يبقوا بيستعينوا بالطبيب النفسي عشان تخفيف التوتر، علشان تجديد دوافع، علشان حاجات كثيره جدا، عشان الثقه في النفس، عشان الرهبه بتاعه المصاب. في رياضيين كتير بيبقوا عندهم هذه الرهبه حتى مع مرور الوقت، يمكن الرهبه دي بتقل. انما في اللي بيبقى جديد في النشاط الرياضي او جديد على مستوى البطولات اللي هو اعلى المستويات، بيبقى عنده هذه الرهبه بعض الاحيان، بيبقى محتاج حد يتكلم معاه ويطمنه ويشعره ان دي حاجه سهله ومش بسيطه يعني وبسيطه يعني. تمام. من وجهة نظر حضرتك، ليه الفترة اللي فاتت مفيش اهتمام بالطبيب النفسي وأهمية تواجده في الأجهزة الفنية بشكل عام؟ ليه بعيدنا شوية بعد ما النادي الأهلي كان عنده الأسبقية في تواجد طبيب نفسي في الفريق؟ بص، الناس بتتعامل مع الأمر ده بهزار ونكت وبجدية، وفي اللعيبة كمان أحيانا بيتعالوا على هذه الفكره، فكره الاستعانه بحد حتى يتكلم معاهم. وبعدين احنا ما عندناش الثقافه دي للاسف، ده حتى الشعوب اللي في الدنيا كلها عنده طبيب نفسي بيلجا ليه في ازمات، في مشاكل، في اي موقف صعب يتعرض له، مش لازم يكون رياضي كمان يعني. احنا ما عندناش الثقافه دي للاسف، ومش ده بس اللي احنا يعني بعيد عنه في الاحتراف الرياضي او في التعامل مع الرياضه بشكل محترف. ده حاجات كثيره احنا للاسف بعيد عنها، مش بنتعامل معاها بشكل جد. النشاط الرياضي ده نشاط مهم ونشاط جاد، مش حكايه تلعب ويجري وناس تتسلى وخلاص، لا، ده حاجه صناعه مهمه قوي، والعالم كله بيهتم بهذه الصناعه. واحنا لسه مش قادرين نتعامل معاها على انها صناعه، نتعامل معاها على انها لعب وجري وبطوله وبس، مش اكتر من كده. وده ناقصنا طبعا جزء منه، عدم الاستعانه بالطبيب اللي يساعد اللعيب او اللاعبه او الفريق على تجاوز مرحله التوتر اللي هو بيعيشها قبل المباريات او اثناء المباريات. هل المدير الفني او المدرب لوحده قادر على تهيئه اللاعبين سواء في الالعاب الجماعيه او الالعاب الفنيه الفرديه نفسيا قبل اي مباريات او قبل اي احداث وبطولات مهمه؟ في مديرين فنيين طبعا عندهم خبره وعندهم شخصيه وعندهم الثقافه. مانويل جوزيه واحد من الناس دي، انا عارف كويس قوي هو كان بيعمل ايه مع لعيبه النادي الاهلي، ازاي بيتكلم معاهم، ازاي بيعمل لهم دوافع، ازاي بيهزر، ازاي بيخفف من التوتر، ازاي كمان بيحفز اللعيبه. جزء مهم قوي من التحفيز ان اللاعب يشعر ان المدرب بتاعه هو القائد او استاذه او اللي عنده في دماغه ما يتعلق بالكوره او الرياضه بشكل عام اكثر من اللي في دماغه هو دماغ اللاعب يعني. مانويل جوزيه كان عنده هذه الثقافه، والراجل مثقف جدا، هو اصلا كمان كان قارئ، وكان حتى في تصريحاته كان فيلسوف ويقول كلام في بعض الثقافي كثير جدا يعني. طيب، رغم طبعا عنده الملكه دي، بس رغم ذلك مستر مانويل جوزيه رغم ان هو عنده الجانب النفسي بيتعامل بيه بشكل كويس جدا، لكن استعان ايضا بطبيب نفسي في الفريق. هل ده يعني نفسره بايه؟ ان الراجل عارف ان كل واحد لازم يكون ليه تخصصه عشان يتعامل فيه ويقدر يؤدي فيه بشكل كويس؟ طبعا، ما هو ده جزء من الثقافه. بالظبط بالظبط. لما الواحد يبقى مثقف يبقى عارف حدوده ويعرف يحتاج مين ويستعين بمين وما يستعينش بمين، برضه دي مسألة الثقافة بتاعت الإنسان. الثقافة في اللي فاهم لو عارف كل حاجة، ده مش معناه إنه مثقف. ممكن يكون ما بيعرفش حاجة خالص. يعني أكيد شيء مهم جدا. أستاذ حسن، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المداخلة. اتفضل اتفضل. أستاذ حسن،
ايوه اتفضل. يعني ليه رجاء لحضرتك وللساده الصحفيين حس بالكوره، حس بان هو محتاج انه يرجع لزمايله، وان ايه ده والكوره وحشاه تمام. وبعدين ابتدينا نتكلم وشلنا بقى كل الحاجات المشاعر السلبيه اللي كانت موجوده في الوقت دوت. تمام. خد وقت قد ايه تقريبا عشان تغير المشاعر دي من سلبيه لايجابيه؟ خد حوالي اسبوع. 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 تمام. وبعد كده هوت كان الاعلان على القصه. كانت جلسات يوميه خلال اسبوع؟ نعم. جلسات كانت يوميه؟ لا ما كانتش يوميه، يمكن قعدنا مرتين او حاجه زي كده هوت. تمام. وبعد كده هوت اعلن، وكنت بس على طول كنا في تليفونات بشكل يومي. تمام. لحد ما طلع واعلن، وكان ساعتها في معسكر اللي كان معمول ساعتها في ابو ظبي، وطلع وحضر المعسكر ورجع ما شاء الله عليه، لعب 3 سنين بعدها بالظبط. تألق كمان يا محمد بركات لحد اما كان بيعتزل، الناس كانت بتطالبه ان هو ما يعتزلش بصراحه، ولعيب صعب يتعوض بشكل كبير بصراحه محمد بركات. يعني هو من اكثر اللعيبه اللي كان قريبه جدا الى قلبي يعني. طبعا طبعا هو تمام كمان بيمتاز بخفه الدم الكبيره والرهيبه بصراحه يعني. طيب نتكلم برضو عن اهميه الطب النفسي وازاي بيتم تغيير الجانب السلبي لجانب ايجابي. هل الفترات بتاخد وقت مع اختلاف شخصية اللاعب ان انت تغير او تخليه يتغير من يعني المردود سلبي لمردود ايجابي؟ بص يا حضرتك، طبعا بتختلف من شخصيه لشخصيه، وازاي المداخل بتاعتها. انت بتبقى زي ما قلت لحضرتك، انا ابتديت في الاول ان انا قعدت مع كل واحد، فابتديت اعرف المداخل بتاعتها. ودي لما تيجي انت بتتعامل في الظروف اللي زي دي، مهم جدا جدا انك انت تبقى حافظ تاريخ اللعيب. تمام. فتيجي تقول له طب تعالى انت الفتره دي كنت جيت ولعبت وكانت مستواك وحش. تمام. وبعدين بعد انت فكر ابتديت امتى؟ ابتديت بالطريقه دي، بعد كده رجعت ووصلت للمرحله دي. مفيش حاجه بتبقى ثابته. انك انت نزلت ده طبيعي، كل لعيبه العالم كل لعيبه العالم مثلا لعيب اخطا. تمام. او جون اخطا، كل لعيبه العالم بتخطا. تعالى شوف مثلا، لو هتكلم مثلا مع حارس مرمى. تمام. تعالى قول تعالى مثلا شوف كاس العالم، نهائي كاس العالم 2002 في اليابان. تمام. حارس مرمى الماني هو اللي تسبب ان المانيا وصلت النهائي. اوليفر كان. وفي الاخر كانت النتيجه ايه في الماتش النهائي؟ هو عمل غلطتين بس وخد. بالرغم من كده ادوا له افضل لاعب احسن حارس مرمى في البطوله فعلا. فهي الفكره كده هو. يبقى مبدئيا فكره الخطا كل الناس بتخطئ. يبقى انت ما تكبرهاش. الناس بتشيل الصفحه بالظبط. تمام. خلاص ما تفكرش في الماتش. ندخل على اللي بعدها. تمام. ايه السلبي اللي حصل؟ السلبي انك انت مضيع اجوان. طب ايه المشكله؟ ما احسن لعيبه ضيعت اجوان، وفلان الفلاني ضيع اجوان، ولعيبه وصلت لكده وطلع لعيبه عالميه بتضيع. ايه اللي بيحصل؟ تمام. يمكن لو تشوف حضرتك مثلا في التقرير اللي حضرتك كنت عامله دوت على باجيو لما ضيع ضربه ايطالي كبير، وضيع اخر ضربه جزاء من خلالها برازيل خدت كاس العالم. طيب ما حضرتك لو بتحط بقى نفسك مكان الاحساس بتاع اللعيب دوت. تمام. هذا اللعيب وهو داخل يشوط ضربه الجزاء دي، هو شايل امال كام واحد ايطالي؟ الشعب كله. الشعب الايطالي كله. تمام. ويمكن يعني هقول لحضرتك كده احدى التجارب كده. في مثال كبير زي محمد صلاح في ضربه الجزاء بتاعت الكونغو وصعودنا لكاس العالم. مش اي لاعب برضو يقدر ان هو يتحمل الضغوط دي. حلو. لا بس حضرتك ده شيء مهم جدا جدا. يعني انا طبعا بحكم ان انا يعني بركز في كل الكلام اللي بيقول لعيبه عشان الحته النفسيه بالذات. لو شفت محمد صلاح بعدها قال لك انا كنت متوقع انها تيجي ضربه جزاء في الماتش، ومؤهل نفسي ومركز انها لو جت انا هشوطها في الحته دي. صح صح. تمام. طب انتوا هقول لحضرتك حاجه، دي احد الحاجات اللي بعض اللعيبه ما تعرفهاش. تمام. النهارده لو انا قاعد كده اهوت، تمام، وعملت الكوره وشطها وانا في الاستوديو مع حضرتك، كاني عملتها في الملعب. المخ ما بيفرقش ما بين الطبيعي والغير طبيعي. فاللي هو عمله ده كانه اتمرن، كانه مثلا في الملعب عمل اللعبه دي مثلا 200 مره. هو قاعد قصاده كده اهوت، وقاعد في اوضه اللبس، هو عملها بالطريقه دي. فانها كانه هو عمل تريننج وعمل تمرين للايه؟ للمخ. فبالتالي الكره لما جات له بقى بيلعبها في منتهى السهوله. تمام. وده شيء مهم جدا. تمام. نرجع للقصه بتاعت باجيو. تمام. ازاي ان انت بتحس انك انت وراك كل احلام الناس دي كلها. في احدى البطولات كان عندنا يعني لاعبه كانت بتلعب في احدى البطولات الاولمبيه.
تمام، وبعدين مدرب يعني باختلاف بقى طبعا احنا بنتكلم على ثقافه مستر مانو، بنتكلم بقى على اخر بقى ما عندوش اي ثقافه نفسيه تمام. وراح قال لها شايفه الكاميرا اللي هناك دي تمام، كنا ساعتها بتاع حوالي 60 مليون مثلا، قال لها في 60 مليون مصري بيبصوا عليكي دلوقتي. طبعا كان فشل الذريع، طبعا فشل الذريع، هو حط عليها الايه، حط عليها الحمل عكس ما المفروض اللي يتقال، اللي يتقال في الظروف اللي زي دي، ده انت مش كنت بتشيلي في التمرين، ده يفرق عن التمرين زي التمرين بالظبط ببساطه كده عملي تمام. كل ما كان اللعيب بيتمرن كويس قوي قوي قوي، كل ما يبقى الماتش بالنسبه له سهل. طبعا الكوره بتاعت صلاح يعني. تمام اتفضل. هو عارف، هو عارف، هو كان مهيئ نفسه ان هو عارف، قال لك انا كنت متوقع ان في ضربه جزاء، هو اللي رايح يشوط ضربه الجزاء، حتى لو كان هو اول واحد يشوط ضربات الجزاء، بس هو رايح بثقه كبيره ومهيئ رايح نفسه، هو نفسية. رايح وعارف، انت شايف هو مركز وداخل، مفيش اي نوع من التردد، في تركيز على المكان اللي هيشوط فيه، وعارف كويس قوي قوي هو هيعمل ايه. مفيش بالظبط تمام. بص كويس، عارف هو هيعمل ايه، داخل على الكره وشاط على طول. ده رغم ان هو كان بالكره دي بيحقق حلم ملايين بعد غياب 28 سنه عن بطوله كاس العالم يعني، لكن الحمد لله ربنا وفقه، حتى لو احنا ما كناش وفقنا في كاس العالم، الاهم ان احنا صعدنا، ان شاء الله البطولات القادمه نقدر نعمل انجازات واداء يكون يشرف اكتر اكيد من كده. طيب يعني اكيد جزئيه كانت مهمه جدا، لكن خلينا نروح نشوف راي النقاد الرياضيين في الطب النفسي من خلال هذا التقرير ونرجع مره ثانيه. هو الطب النفسي دلوقتي دخل في كل شيء في حياتنا، يعني ما بقاش بس ان هو في الرياضه، ده بقى في الحياه العامه، بقى في اسلوب التعامل، بقى في طرق التعامل بين الناس، حتى في المؤسسات نفسها او الشركات او الوزارات بداوا يهتموا بالناحيه النفسيه للعاملين. الناحيه النفسيه مهمه جدا جدا في الوسط الرياضي. زمان ما كانتش الانديه بتهتم بهذا الشق النفسي، يعني كانت بتهتم باللاعب فنيا، بتهتم بيه بدنيا، بتهتم بيه غذائيا في حياته العامه، ولكن الشق النفسي ما كانش بيه اهتمام خالص. لكن في السنين الاخيره ويمكن في العشر سنين الاخيره بدا فيه اهتمام. في بعض الانديه بقت بتعين او بتحط ضمن الجهاز الفني في محلل نفسي. المحلل النفسي ده مهمته ان هو يقرب من اللعيبه، يشوف مشاكل اللعيبه ايه. احنا فاكرين زمان حتى كان في المدارس كان بيبقى فيه المشرف الاجتماعي، مشرف الاجتماعي ما هو محلل نفسي برضه، او طبيب نفسي بسيط يقدر ان هو يشوف مشاكل الطلبه ايه. هو نفس المشكله بالنسبه للرياضه، بقى الاهتمام لابد يكون اهتمام كامل، مش اهتمام فني من ناحيه التدريب او اهتمام مالي في العقود اللي بيعملها، او اهتمام في اسلوب التعامل، لكن العمليه النفسيه نفسها. والله يمكن مش الرياضه المصريه لوحدها اللي محتاجه طب نفسي، في كتير في مجالات الحياه في مصر محتاجه طب نفسي بشكل كبير. يمكن الرياضه من اهمهم، خاصه ان الرياضه عوامل اللعب فيها او ممارسه فيها بتحتاج ان انت تبقى، خاصه لما بيكون في لعبه جماعيه، بتحتاج ان انت تاهل نفسيا اللعيبه، خاصه اللاعب اللي مثلا بيشارك واللاعب التاني بيبقى احتياطي ليه، لازم ازاي تاهل الاحتياطي بحيث انه يبقى جاهز مباشره انه يقدر يلعب بدون اي حساسيه نفسيه، ازاي يبقى قاعد على الدكه بيشجع فرقته بيشجع زميله اللي هو مكانه في الملعب، ازاي ان هو يتعامل مع مدربه بشكل كويس عشان يطلع كل الطاقه اللي جواه. يمكن احنا في مصر ما فاقدين كتير جدا موضوع الطب النفسي دوت، لكن بشوف ان بعض المدربين بيكونوا بيتحاولوا يتعاملوا بان هم اطباء نفسيين للعيبه ديت، ويشرح لهم وجهات النظر اللعيبه، يقول له انا ما اخدتكش عشان كذا، وان احنا مستنيك كذا، وان انا في فرصتك لسه جايه ولسه انا محتاجك في الفتره اللي جايه، ولازم تكون مستعد تفضل التاهيل النفسي بتاع اللاعب دوت لاكثر من فتره. وده برده بنلاقيه في الالعاب الفرديه، الالعاب الفرديه هتلاقي برده نفس القصه، خاصه اللي مثلا لو رفع اثقال او العاب
تلعب قوة أو أي لعبة فردية تبص تلاقي فيه التأهيل النفسي عشان أنت إزاي مثلا ما حققتش الرقم اللي أنت عايزه، إزاي أنت المدرب بتاعك يقدر أو الطبيب النفسي يقدر يوصل لك إن دي محتاجة بس صبر، محتاجة جهد، محتاجة تدريب أكتر، محتاجة يعني تشتغل على نفسك أكتر عشان خاطر اللاعب ما يزهقش ويترك المجال بشكل كامل بشكل بعيد. يعني الواضح ان في اجماع كبير جدا من كل النقاد على اهميه الدور النفسي فيما يخص الرياضه بالتحديد، ونتمنى ان الاهتمام ده ينعكس على الانديه والمنتخبات في جلب الاخصائيين النفسيين والاطباء النفسيين عشان يكون ده في صالح الكره المصريه او الالعاب الفرديه بشكل عام لصالح الرياضيين، وان شاء الله ده يجلب نتائج ايجابيه كبيره جدا لمصر والانديه بشكل عام. رأيك في التقرير ورأيك في رأي النقاد الرياضيين؟ بصراحة كلام رائع جدا جدا، وأنا بحيي طبعا طاقم الإعداد اللي في البرنامج، طبعا عمل شغل جامد جدا جدا. ويمكن خلينا نقول فكرة كده هوت، إن إحنا عشان نكسر الفكرة دي لازم نبدأ مع الشباب الصغير. دي جزئية مهمة جدا كنت عايز أتكلم فيها، ولما يخص التعامل النفسي مع الناشئين بالتحديد. أنت لما يكون عندك لسه ناشئ صغير تمام، هو ما هوش يعني ايه مدرك فكره يعني ايه طب نفسي ويعني ايه حاجه زي كده. لما هيبقى هذا الموضوع طالع بيه زي طبيب التغذيه وزي بتاع الاحمال، هيبقى عنده تقبل كامل جدا جدا للفكره بعد ايه لما يكبر. يعني لما تاخد الناشئين تقول هم في حدود مثلا 12 سنه 13 سنه وتبتدي تتعامل معاهم في هذا الموضوع، هتلاقي في الايه في المستقبل الدنيا اختلفت تماما، على الاقل انك انت بتكسر ايه تكسر القصه دي. طبعا الناشئين دي قصه تانية خالص تمام، لان الناشئين بيبقى الهدف بتاعك انك انت لازم تشيل من عليهم الحمل والضغط تمام، لانك انت لو حطيت ضغط جامد جدا على الناشئ في السن دوت انت بتخسره مستقبلا تمام. اهم مرحله في الفتره دي انك تعلم اللعيب او انت نازل تو انجوي، انك تستمتع وتطلع ما عندك. ومن اخطر الحاجات وتبقى في مرحله الناشئين تدخلات الاهل. تدخلات الاهل احنا عندنا هنا في مصر الاهل اللي قبل اي مباراه، خلي بالك حاول تشوت مش عارف ازاي، حاول تباصي ازاي، الفت نظر المدرب، كل دي ضغوط بتحط فعلا. انا والله انا كان عندي شاب لطيف جدا جدا بيلعب تنس تنس تمام، يقول لي انا ما بعرفش اركز تمام، والده واقف له بره الملعب الكره جايه يمين حطها شمال حطها كذا. انا قال لي ما بعرفش اركز. ده بالنسبه طبعا في الالعاب الفرديه. طبعا بيبقى ناتج عن حرص اولياء الامور يعني على تالق اولادهم اكيد يعني. ايوه لكن بينعكس بالسلب اكيد على اللاعب. بص هي دي برضو نقطه مهمه جدا جدا لازم توصل لاولياء الامور تمام. انت بتلاعب ابنك، كل واحد حاطط طموحه زي مثلا في المذاكره، كل واحد عاوز ابنه يطلع الاول طبعا تمام. وكل واحد بيلاعب ابنه كوره متصور ان شاء الله هيطلع محمد صلاح وكابتن خطيب او يعني هي يا جماعه هي القصه مش كده تمام. القصه ان ربنا بيدي كل واحد فينا ليه الموهبه. يبقى اول مرحله ان انا اخلي اللعيب دوت او الطفل دوت او الشاب الصغير دوت اللي نازل يلعب، هو نازل يلعب علشان يبقى مستقبلا. الرياضه ده شيء مهم جدا جدا بتقيه في المستقبل من مخدرات ومن حاجات كتيره جدا وبتخلي جسمه كويس ويبقى التاسيس بتاعه مظبوط. مثلا فتيجي حضرتك تشوف مثلا في الالعاب الفرديه، انا بقول لحضرتك انا مثلا كان ليا تجربه في منتخب كره نسائيه كانوا ناشئين تمام، وتلاقي الاهالي وضغطين على المدرب وده بيلعب ليه وده ما بيلعبش ليه. طبعا في الفريق الكبير ما بتبقاش فيه القصص بتاعت الاهالي طبعاً، لكن دي انما في الناشئين لو حضرتك شفت فريق الناشئين في اي نادي تمام، هتلاقي الاهالي ولو الولد ما لعبش وحطه احتياطي انت ليه لا طلعته النهارده من سكور شيت وتخانق مع المدرب. فده شغل جامد جدا جدا لازم يتعمل مع الايه مع الاهالي تمام. الثقافه دي عشان لما تبتدي تشتغل بيها مستقبلا انت هيكون عندك يعني اختلاف كبير جدا في اللعيبه وماذا وطريقه تفكيره. طيب هل التعامل النفسي في الالعاب الجماعيه مختلف عن الالعاب الفرديه؟ طبعا تمام. انت النهارده في الالعاب الجماعيه لو الفريق خسر تمام، حتى لو كانت الخساره بسبب غلطه جون او غلطه باك، بس مين اللي بيتحمل المسؤوليه؟ الفريق ككل. مختلف تماما لما ابقى انا نازل
وعارف ان انا اللي متحمل المسؤوليه كلها. هنا الحمل بيبقى اضعاف اضعاف. وكلما عليت البطولات مثلا سبق بقى يعني بلعب بطوله جمهوريه غير بلعب بطوله افريقيا غير بلعب اولمبياد غير بلعب بطوله بالزبط. العالم كل دي بتختلف من حجم الضغوط اللي اللاعب بيتحط فيها. تمام. بمناسبه الاولمبياد ازاي نقدر نهيئ ابطالنا نفسيا قبل اولمبياد 2020؟ بص حضرتك يعني ده شغل كبير جدا جدا، ويعني انا عن طريق برضو احد الزملاء في الصحافه كان بيتكلم مع الدكتور اشرف صبحي، هو وعد ان هذا الموضوع هيديله نوع من الاهتمام في الفتره اللي جايه. تمام. انت النهارده يعني ازاي تعلم اللعيب دوت انه يلعب تحت ضغط؟ تمام. اللعيب دوت عشان يلعب تحت ضغط ازاي ان هو نازل يلعب يبقى مركز يبقى بره القصه. تمام. ويمكن عشان يعني ادي كده الساده المشاهدين نبذه عن القصه ده، هي هفكر الناس بماتش بايرن ميونخ اللي احنا لعبناه. بالظبط. تمام. كان حاجه 2-1 ونفس المدرب ساعتها اشد لعيبه الاهلي واشد بالفكر بتاعه هانكس كان ساعتها انا فاكر حتى يعني مستر مانويل على العشاء بيقول لي بيهنيه بيقول لي يو ديد ا فيري جود جوب مع اللعيبه. تمام. وهي الفكره بتاعت الماتش ده ازاي ان انا بعد لعيب انك انت نازل قصاد اللعيبه دي. تمام. وانا يمكن هقول في عجاله الكلام اللي اتقال يعني. تمام. انا قلت للعيبه ساعتها تعالى انت شوف كده اهوت، انت ممكن تاخد دوري 12 مره و10 مرات وحاجات زي كده اهوت، بس انا عاوزك تتفرج كده اهوت على قناه الاهلي واتفرج على ماتش الاهلي وريال مدريد بيتذاع قد ايه. بالظبط. صح. هتلاقيه بيتذاع كتير جدا جدا. اتفرج على ماتش الاهلي وماتش جلادباخ هتلاقيه بيتذاع كتير جدا جدا. ففي ماتشات انت بتلعبها للتاريخ. الملعب ده ماتش ده انت بتلعبه للتاريخ. الماتش ده هتفرجه لاولادك وهتفرجه لاحفادك في يوم من الايام. صح. تمام. فاذا كنت انت بتعمل حاجه لتاريخك ممكن العشر دوري دول ما حدش يفتكرهم ولا تلاقي لهم ماتشات بعد كده اهو. ولكن الماتش دوت ما فيش ماتش ريال مدريد عاوزك تتابع قناه الاهلي هتلاقيه بيتذاع في الاسبوع صح. بتاع 10 12 مره. تمام. انا عاوزك تبقى كده انت بتعمل حاجه لتاريخك. صح. يبقى انا نوت ابتديت احط له الايه الحافز. تمام. هم 11 لعيبه وانت 11 لعيب. ممكن يفرقوا ممكن امتى يفرق ازاي؟ لو انت لعبت بحماس. تمام. لعبت بحماس ولعبت بتركيز. طب ما انت يا دكتور هتقول لي يا دكتور فكره احنا مركزين، اقول لك طب تعالى حضرتك بتسوق عربيتك كل يوم بتبقى مركز؟ ببقى مركز يا دكتور فكره. طب وانت طالع على طريق طويل التركيز مختلف؟ يعني مسافر مثلا من القاهره لاسكندريه على طريق الصحراء بيبقى فيه تركيز مختلف؟ طب لو كان في شبوره حضرتك تركيزك هيفرق. التركيز إيه؟ متضاعف. انا عاوز التركيز دوت. علشان كده هو كان فرق الاداء كل لعيب هنا اهوت برضو من الناس اللي لازم تبقى عارفاه ان كل واحد فينا بيبقى عنده حته ريزيرف كده او حته يعني ايه بيبقى متشاله تمام الوقت اذا بنسميها كده وقت عوزه. عشان كده مثلا حضرتك تلاقي ساعات فريق اتطرد منه حد تمام وبالرغم من كده ما تحسش بتاثيره تحس ان هو احسن في الملعب لان كل لعيب في الفتره دي هو طلع من المخزون اللي موجود عنده. طيب خلينا نستقبل على الهاتف نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق ومدرب العام للمنتخب الوطني الحالي كابتن هاني رمزي. كل سنه وانت طيب في البدايه ومنورنا ومشرفنا. حبيبي وانت طيب، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين وضيفك الكريم، وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله سنه سعيده على الجميع باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله بخير الحمد لله كله بخير. طيب احنا بنتكلم على الطب النفسي واهميته مع اللاعبين بشكل عام والرياضيين كمان في مختلف الالعاب، من وجهه نظرك شايف اهميه هذا الملف بالتحديد ايه؟ لا ما فيش شك طبعا، هو دلوقتي يعني احنا عارفين يمكن المنظومه المتكامله وخاصه في دوريات اوروبا وانديه اوروبا مهتمين جدا بالجانب النفسي والطب النفسي لان ده جزء وعامل مهم جدا جدا من بيأثر في اللعيب اذا كان بالسلب او بالايجاب. احنا عارفين طبعا هم يعني بجانب طبعا النواحي التكتيكيه والفنيه لكن النواحي النفسيه مهمه جدا جدا، واعتقد ده كمان مهم للاعب المصري بصفه خاصه. يعني اللاعب المصري عامه اي مشاكل نفسيه بيمر بيها بتأثر على مستواه، ما بيعرفش يفصل بصفه كامله 100% ما بين شغله مثلا وما بين مشاكل العائليه او اي مشاكل بيمر بيها. فاعتقد تواجد الطب النفسي وخاصه لما تكون في طبيب نفسي رياضي دارس بشكل كويس يقدر يتكلم مع اللاعبين بشكل كويس. الكلام ده موجود في اوروبا من زمان ايام حتى ما كنت بلعب. في طبيب متواجد او اخصائي نفسي رياضي بيبدا متواجد دايما معانا، لو اي حد عنده مشكله بيبدا يتكلم معاه ويبدا يخرجه من المشكله دي بشكل ايجابي. وانا شايف انه جزء مهم جدا طبعا، وانا زي ما بقول لك خاصه للاعب المصري.
متواجد عندنا في الجهاز الوطني طبيب نفسي يا كابتن هاني؟ لا طبعا المنتخبات بتبقى يعني انت عارف تجمعات المنتخبات بتبقى قليله مش يعني بنتجمع لمده 4-5 ايام ممكن يكون في حاجه زي كده لو في قبل بطوله مهمه مثلا بطوله دوليه او تجمع طويل لكن بالنسبه للمنتخبات الموضوع ده ما بيكونش مهم بدرجه كبيره لان زي ما بقول لك احنا بنتجمع 4 ايام خلال مباراه لكن ده مهم جدا جدا طبعا في الانديه لان كمان الاستريس اللي بيمر بيه اللعيب خلال السيزون عندي والمدير الفني طبعا بيكون عنده نواحي فنيه بيهتم بيها فاحنا للاسف في مصر برضه المدرب او المدير الفني عليه دور انه بيقعد مع اللعيبه وبيحاول يحل بعض المشاكل الكلام ده مش موجود بره الكلام ده مهم جدا يكون في واحد متخصص في الطب النفسي الرياضي يكون متواجد ويبدا يتعامل اللعيبه من خلال العلم كمان وده مهم قوي. طيب انا لازم استغل تواجد حضرتك معايا واتطرق لعدد من الملفات المهمه وعايز ابتدي معاك ببطوله الدوري وتقييمك ليها حتى الان وهل هي بطوله انتجت عن لاعبين دوليين ممكن ان شاء الله يدعموا المنتخب خلال الفتره المقبله؟ بص بطوله الدوري السنه دي يمكن ما تقدرش تقيمها بشكل كبير نتيجه التسجيلات الكثيره جدا حتى جدول الدوري دلوقتي جدول خادع ما تقدرش تشوف مين يمكن الاربعه الاوائل يمكن ممكن تحدد الملامح لكن بدايه من المركز الخامس لغايه الاخير اعتقد صعبه جدا عدم استقرار الدوري وعدم لعب مباريات كل اسبوع واللعيب بياخد على مباريات كل اسبوع رتم الماتشات نفسه بيأثر طبعا على النواحي البدنيه والناحيه التكتيكيه والفنيه للعيب لكن عندنا مواهب وعندنا بعض الافراد المميزين جدا في الدوري المصري خرج منهم مثلا على سبيل المثال باهر المحمدي محمد محمود في طاهر محمد طاهر يعني في لعيبه مميزه لكن زي ما بقول لك هو ناقص بس عمليه الاستقرار ان اللعيب يتعود انه يلعب كل اسبوع بصفه مستمره ممكن يلعب كل 4 ايام بصفه مستمره لكن يمكن تذبذب الجدول شويه والتأهيلات طبعا احنا مقدرين كل دوت لكن ممكن يأثر على الحاله البدنيه والحاله الفنيه للعيبه. تمام سريعا في عجاله كابتن هاني رمزي رايك في الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله كلها صفقات على مستوى جيد جدا يعني انا شايف وانا بقول مش عيب ابدا ان اي نادي في العالم ممكن يتعثر في موسم من المواسم ما فيش اي مشكله خالص النادي الاهلي مليء بالبطولات و ممكن السنه دي بالرغم ان انا لسه متفائل ان ممكن النادي الاهلي ان شاء الله في الدور الثاني يعوض فرق النقاط لكن زي ما بقول لك حتى لو الاهلي ما حصلش على دوري السنه دي ما فيش ما يمنع ان هو يرتب الاوراق من داخل البيت وبيكون فريق يقدر ان شاء الله يحصد بطولات خلال 5-6 سنين اللي جايه ان شاء الله فانا متفائل بالصفقات متفائل بالعناصر الجديده اللي داخله و ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للنادي الاهلي خاصه النادي الاهلي التوفيق وطبعا كل الانديه بصفه عامه لكن زي ما بقول لك يعني الصفقات كلها اعتقد انها هتفيد بشكل جيد جدا ولسه كمان اعتقد في بعض الصفقات يعني زي ما بقول لك النادي بيترتب من جوه بشكل كويس متعودين في النادي الاهلي على الهدوء ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون فيها استقرار على المستوى الفني والمستوى النتائج باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن هاني رمزي طبعا بشكرك شكرا جزيلا وبقول لك كل سنه وانت طيب اتفضل. مساء الخير يا كابتن هاني. سريعا بس عشان الوقت. معلش كابتن هاني بس دكتور محمد فتحي عايز يسالك بسرعه على كلام حضرتك بالنسبه للمنتخبات يعني مثلا في حدث زي كاس العالم واللعيبه بتلعب لاول مره في كاس العالم مش كانت محتاجه مثلا اعداد نفسي لما يكون عندك مثلا لعيب زي محمد الشناوي اول ماتش دولي هيلعبه مهم هيبقى مثلا في كاس العالم يعني بتتعرض او مثلا اصابه كابتن محمد صلاح مش دي كلها مواقف كانت بتبقى محتاجه اعداد للعيبه في البطولات انا بقول لك طبعا يا دكتور عند حضرتك حق لكن انا زي ما بقول لك يمكن البطولات الطويله وخاصه البطولات الكبيره بطولات كاس العالم تكون فيها التحديات كبيره شويه طبيعي انه يكون موجود واحد زي لكن احنا عندنا مشكله في مصر الملف دوت يعني حتى على مستوى الانديه شائك يعني مش شائك لكن هو مش ما فيش نظره علميه بالنسبه للموضوع دوت وانا شايف ان الموضوع ده مهم جدا وخاصه كمان للعيب المصري يعني اللعيب المصري لما بيتحط تحت ضغوط معينه او بيتحط في ستريس معين وما بيقدرش يفصل ما بين حياته العمليه خلال الملعب وحياته الشخصيه بره فبتاثر عليه فده مهم جدا خاصه للانديه المنتخبات زي ما بتقول ان في اكيد في البطولات العالميه بيكون في واحد دكتور متخصص لو اي لعيب عنده مشكله او هو حاسس ان في ستريس او ضغوط على لعيب معين ممكن جدا يخرجه بشكل علمي من الضغوط ديت ويبدا يشتغل معاه بشكل كويس.
بارك فيك وبالتوفيق يا كابتن. بشكرك يا كابتن هاني وكل سنه وانت طيب وكل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المهمه المقبله. طبعا دي كانت مداخله مهمه جدا مع الكابتن هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني. في الحقيقه يعني وقتنا للاسف يعني انتهى تقريبا، وكان نفسنا نسال كابتن هاني رمزي في العديد من الاسئله الاخرى والملفات الاخرى، وكمان دكتور محمد فكري كان نفسنا نستفيد معاك في الحديث عن الطب النفسي، واكيد هيكون عندنا حلقات اخرى مهمه في الحديث عن هذا الملف بالتحديد. دكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس والطبيب النفسي الخاص بفريق النادي الاهلي في الجهاز الفني الاسبق لمستر مانويل جوزيه. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا فندم وشكرا قناه النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده على مدار ساعتين ونصف من خلالي انا وزميلي العزيز استاذ محمد الجندي. انتظرونا وحلقه جديده من اهلي الليله. الى اللقاء.